احنا قلنا لكم غادي نديروا اللايف هاد الليله هادي. الا كنتو حاضرين عاودوا حطوا الاسئله ديالكم والمشاكل اللي عندكم باش نحاولوا نفكوها فيما يخص المشاكل ديال فيسبوك اس ولا ديال شوبيفاي ولا ديال ادسنس ولا اي حاجه ولا ايميل ماركتينغ ولا اي حاجه مهم اللي عندنا فيها شي تجربه. من الاخوان اللي موجودين معنا تفضلوا حطوا الاسئله ديالكم، سولوا معد. حنا لقينا واحد شويه ديال الوقيته ونستغلوها كاملين، نستافدوا ونفيدوا ونستافدوا. المعلومات ان شاء الله اللي غادي نعطيكم ان شاء الله تفيدكم وهي عن تجربه، لانني كنلاحظ بان الاخوان كيخدموا في واحد المتاهه اللي هي الصراحه انا الصراحه كيبقاو فيها، لانه كنعرف ديك المتاهه اللي كنت دزت فيها شحال هذه البدايات اللي ما كنتش كنلقى اللي يعاونني. والحمد لله دابا نتوما راه كاين اللي غادي يعاونكم وكاين بزاف ديال الامور. ما تشريو دروس، ما ديروا حتى شي حاجه، بنادم كفي انه غير يطبق فقط. كنتمنى ان الاخوان انهم بدا يحضروا لي لايف، لانه مادام كنديروا لايف راه غادي يستافدوا. وفي هاد لي لايف هادو انا كنبغي ندوز بعض الامور اللي كنشوف شي اخطاء كبيره بزاف وهي اللي كتؤدي للناس الفشل ويضيعوا الاموال ديالهم، لانها كتشوف طريقه العمل هي طريقه عشوائيه جدا، وبالتالي فيجب تغيير هذه الطرق. في الحقيقه الاخوان اللي عندهم التجارب ما يخليوش الاخوان المبتدئين يضيعوا الاموال ديالهم بهذه الطريقه هذه. هذه الامور هذه اللي كتخليني ندير مره اللايف ونحاول ننبه لبعض الامور اللي هي خطيره، وربما كيعاود كيبقى يعاود فيها يكرر فيها شهور. الانسان كيقول لك تيستي، وبالتالي ما يمكنش انك انت كتيستي واحد الحاجه غلطه. بحال الا كنت انت شاد واحد الطريق، مثلا انت راك في الوسط مثلا ديال المغرب وغادي مثلا لطنجه وشاد الطريق الجنوب، فخدت عيات مشيت عيات صبر ما غاديش توصل لطنجه لانك شاد الطريق الجنوب. طنجه راه الفوق، بالتالي راه الطريق اللي سلكتيها ماشي هي هذيك الطريقه. راه بزاف ديال الامور كتبان لك بسيطه، ولكن راه هي المحدد وهي الفارق، لان كاينين الاف ديال الناس كيديروا ادسنس، كاين الاف ديال الناس كيديروا شوبيفاي لي كوميرس ولا دروب شيبينغ. الفارق فين كيكون هو في ديك الجزئيات الصغيره. الفارق هو في ديك الجزئيات الصغيره، بحال مثلا بحال شي ماتش كره بين جوج فراقين قويين بزاف، يعني كتقول ما عرفش شكون اللي يغلب. بالتالي باش غادي يغلب الواحد شكون اللي يغلب غير بديك الجزئيات. اخويا زكريا راك هنا. القضيه نقول لك اخويا زكريا، راني كنفتح ما كنخدمش بالفيسبوك الاصلي، انا كنفتح كونت كندير به لايف كنزيد نخليه خدم، راه خدمش راه كيسدو لي كونت. باش تعرف بان انا ما اذا ما راكش معايا راه ما راه كنبدل في لي كونت. بالتالي الكونت الرسمي راه بوحدو، وهاد لي كونت اللي كندير راني غير كنقضي بهم. واش الاخوان كيتقطع اللايف؟ ما عرفتش واش كيتقطع اللايف ولا لا. واش انا ما فهمتش انا، لان عندي لا كونيكسيون مجهده، ما عنديش مشكل زعما في لا كونيكسيون. اخويا زكريا فين وصلتي؟ فين وصلتي؟ واش درتي شي حاجه ولا بقيتي غير جالس ولا مازال كتسنى؟ وهاد الاخ زكريا راه من الجزائر، وكنت شكرا لاخواني. دار مزيان اللايف ما كتقطعش، دار المشكل عندك خويا زكريا، عندك المشكل انت. الاخ من الجزائر كنت تنصحته حتى هو انه يعتمد على البيع والشراء في بلاده. كذلك المغاربه كما قلت للمغاربه انه كل واحد يعتمد يبيع ويشري في المغرب، لان السوق خاويه. والانسان اللي ماشي موظف يمشي يدير شركه ويجيب سميتو ديالو ويجيب السلعه ديالو بدا يشدها ويدير السلعه قبل ما يجيب السلعه كيبقى يتيستي واحد الحاجه ويبدا يدير لها الادس اللي واحد السلعه اللي ما هياش موجوده في البلاد، وبدا يدير لها الادس الى عفرها كتحرك ديك الساعه، ويطلب مثلا غير واحد 100 حبه ويتحرك. راه غادي تخدموا مزيان، غادي تخدموا مزيان، انا كنصحكم.
هذه نصيحة دائما كنقولها الإنسان يحاول يعتمد على بلاده، لأن المجال خاوي، لأنك أنت باش الفارق بينك وبينك واحد آخر هو أنك أنت كتخدم بالفيسبوك أدز، وحنا كنعرفوا بأن الفيسبوك كل شيء، ما كاينش شي واحد ما عندوش فيسبوك، حتى ولد صغير عنده فيسبوك، وبالتالي كتستهدف بواحد القوة كبيرة وكتوصل المنتوج ديالك لكل واحد، والمنتوج ديالك كيكون ما كاينش في السوق. وبالتالي باش انك تبيع راه ممكن تبيع ارقام خياليه، والله الا ارقام خياليه، عرفتي باش الا وصلتي انك انت دير 10000 دولار في النهار في السوق الاجنبي، كون على يقين انك انت دير 100000 دولار في السوق الوطني. واخا راني خدام اخاي بشي بروداكت جيبيهم ليا من علي اكسبريس وعند مارشي كبيره وكاين البيع. سيدي الله يسهل الامور، الله يسهل الامور، الله يوفق الجميع. شي سبايتوز مزيانه، شي سبايتوز مزيانه. اش غادي نقول لك واحد القضيه خويا، فيما يخص سبايتوز، انا غادي نقول لك واحد الحاجه. سبايتوز انا ما خدامش بها، كنت خدام بلي سباي تولز، كنت خدام بلي سباي تولز في ادسنس وفي سي بي اي، في سي بي اي وفي سي بي اس، وفي سي بي اس انا خدمت كليك بانك، خدمت في لاحور وادسنس خريت. علاش انا كنقول لك سباي تولز ما خداماش في شوبيفاي؟ غادي نقول لك علاش. لانه فاش كنت كتخدم في ادسنس ولا كتخدم في سي بي اي، حاجه سهله، اشنو كتطلب ملي كيكون واحد الانسان داير واحد الحاجه، انت كتبع كدير فوتوكوبي ديالو. اول حاجه انت كتطلب منه فقط انه يدخل للسيت ديالك، يعني غير الفيو فقط، يعني انه في الادسنس كتستنى منه غير الفيو انه يدخل للسيت ديالك، وتما تمنى كتلعب ليه انه يكليكي على الادس. فيما يخص سي بي اي كتصعب شي، ساهله ادسنس سهلو، سي بي اي كتصعب شي، تزيد صعب شي شويه. كيدخل كتطلب منه مني ليماي، ولا كتطلب منه انه انستالي، ولا كتطلب منه انه يدخل النمرة ديال التليفون، وبالتالي كتزيد صعب شي شويه القضيه. ملي كنجيو للكوميرس الدروب شوبينغ ولا الاي كوميرس، اشنو كتطلب منه؟ كتطلب منه انه يدخل يدير اد تو كارت، شيكا، ويدخل المعلومات ديالو كامله، التليفون، ليمايل، المسائل كامل، وزيد من الفوق خصو يحط الفلوس، خصو يحط الفلوس. وبالتالي ملي كدير ديك سبيتوز، ملي كاين داك واحد سميتو الناجحه اللي كيديرها واحد، كيتبعوه الالاف، يعني انه باش كيتبعوا موراه، كيجيو موراه الالاف كيديروا بحالو. ملي كتبغي تجي انت دير، كدير انت بحالو، داكشي ما كيخدمش، داكشي ما تكون على يقين ما كيخدمش. من هاد الجهه هادشي كله من جهه، ومن جهه اخرى هو انه البيكسل ديالك، البيكسل هنا كيتوبتيميزا على البيع، على السيل، على السيل، في حين انه في الاخرين ما كتحتاجش انك تيتوبتيميزا البيكسل، كان غير بنادم غير الفيو، غير الفيو اللي كيعرف ادسنس. ولكن فيما يخص لا 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 شوبيفاي ولا في الاخر الكوميرس، كتسنى السيل، وبالتالي ماشي هو واخا دير بحال داك السيد فوتوكوبي، تهز داك الشيء وتحطو فوتوكوبي، ماشي سميتو، ماشي البيكسل ديالك هو البيكسل ديالو. ومن الفوق شتي غير من اد اكونت ديالك انت في الكونت ديالك، من اد اكونت لاد اكونت كتلقى الفرق، كتلقى الفرق، فما بالك من واحد اخر لك انت. هذه من ناحيه، هذه هي الامور المحدده، لانه انا في البدايه انا استعملت شويه ديال، ولكن ما عطاتش نتيجه، وعرفت بانه ما تعطي نتيجه، لان التجربه ديالي عرفت بانها تعطي نتيجه. انا عوض ما دير سباي تولز، انا كنصحك على بدوك سميتو بالاخر اخويا، كنصحك، لان انا صار بالطريقه باش خدام، وخدام ليا مزيان. ونعطيك مثال، راني غير كنمشي لايباي، شتي ديك الطريقه كنخدم غير في ايباي، انا ايباي ما عنديش بعدا اصلا، ما كنعمرش في ايباي، راه ايباي كنديرها بات مثلا غير باش كنتيستي بها لي برودوي، غير كنحط كندير ديك الطريقه ونمشي نحط في ايباي، كنحط في ايباي شي برودوي. كيلقى تفاعل، كاين الناس كيدخلوا، كاين اللي كيسول، كاين وكاين اللي كيجيب البيع بديك الطريقه، وكاين اللي وكنهزو مثلا من ايباي، وكنمشي ندير ليه الادز في سميتو، وكنشوف قبل ما دير الادز اولا كتشوف الترند. دابا نهضروا في هاد الامور هذه كاملها. شنو بغيت نقول، كتمشي تقلب على دوك لي تولز اللي كيعطيوك، اللي سميتو، اللي دايرين ترند، لي برودوي اللي دايرين ترند واللي كيحققوا اعلى مبيعات، وبالاخص
لي جداد لي جداد لي برودوي لي جداد وكيحققوا اعلى مبيعات. هادشي علاش تعتمد، شتي هادي علاش تعتمد. وسيل علي اكسبريس كذلك كتعتمد على الاوردرز، ولكن هادي اسمعها مزيان مني مزيان باش تمشي تغلط، لان هادي جزئيه مهمه. واخا كتشوف الاوردرز كنشوف اولا داك اولا نشوف الثمن ديالو، يعني كتلقى شي برودوي كيدير سي فاسيل هكذا دولار ولا واحد دولار، هذاك ما كتعوش عليه، هذاك شراه كيقول دولار ما دات ما جابت. ولكن انت ملي تبغي دير ليه الاتس راه ما غاديش تخليه دولار، خصك تدير الفلوس الاتس وبزاف ديال الامور، بالتالي خصك دير واحد الثمن ديال 20 دولار بعدا، بالتالي واش واحد الدولار هو 20 دولار ماشي هو الاولى. ثانيا هو انك تشوف الدول اللي شرات، الدول اللي شرات تما واش فيها الدول الغنيه اللي كنستهدفوا، بحال مثلا امريكان يونايتد كينغدوم، كندا، استراليا، نيوزيلندا، هادو خص تشوف بعدا اوموان تشوف واحد الدوله من هاد الدول خدام باش تستهدفها. يعني الا كنستهدف شي دول راه ما كيشريوش باردون اسمحوا لي، راه ما كيشريوش في لي سيت العاديين، راه الا ما مشاش الاي باي ولا علي اكسبريس ولا امازون ولا والمارت راه ما يشريش، بحال الروسيين كيشريو ولكن بواحد النسبه ضئيله بزاف، بحال روسيا كتلقاهم كيشريو بزاف علي اكسبريس ولا غيرهم، ولكن تمشي للسيت راه ما يشريكش من السيت. علاش؟ واش ما كيتيقوش؟ المهم ما كيشريوش، ولا القدره الشرائيه ديالهم ضعيفه كيمشيو يشريو الحاجه الرخيصه. وبالتالي ملي كتشوف داك الاورد اللي واحد المنتوج اللي تباعت ما بزاف، شوف واش كاين فيه الناس ديال امريكان، واش كثر فيه الناس ديال امريكان. ما كثارينش بلا ما تبقى تصدع راسك به، لان خص الحاجه اللي دايره الترند في امريكان. هذه من جهه، من جهه اخرى كنمشي نشوف واحد المنتوج واش داير الترند. مثلا نمشيو مثلا شفتو مثلا تما في داك المنتوج داير الترند مثلا في علي اكسبريس، ولقيت بان حتى الامريكانيين دايين حتى هما، هز شوف واش في جوجل ترند، شوف واش داير الترند في جوجل ترند في امريكان، واش كاين امريكان من الدول اللي داير فيها الترند، واذا ما كاينش من الدول اللي داير فيها الترند بلا ما تصدع راسك. هادي ننصحك نصيحه. واحد النصيحه اخرى اللي كنقول دائما وبغيت نقولها لكم مزيان، وهذه اللي بغيت نقولها راه كتمرضني في دماغي انا. الدراري غالبيه ديال الدراري اللي كنشوفهم هنا في الجروب، واحد بعدا 80% كيمشيو لي نيش اللي هما ساتوري، اللي هما عامرين 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 بهذا المعنى هذا، وكتولي كتبقى تصرف فلوس كتضيع فلوس، راه ماشي ما تبيعش، راه ممكن تبيع وتميت ولكن وتجيب النتيجه ولكن صعيبه بزاف. علاش؟ لانها مساتوريه والسي بي ام طالع، وزيد من الفوق الناس اللي اوبتيميزا لهم البيكسل داك شحال هادي سنين ما غاديش تجي تنافس معاهم، فهمتي؟ وبالتالي انت كترمي فلوسك. باش غادي دير شي حاجه في داك الشيء تقدر تلقى شي برودوي اللي الناس مازال ما شافوش ولا شافوه شي وحدين قلال تما ممكن. من غير هاد الشيء انا كنصحك سير بحالك على لي دومين الكبار، لي دومين لي ساتوري، الناس كيمشيو للكيتشن راه ساتوريا، كيمشيو للكاتس راه ساتوريا، الدوكس راه ساتوريا، كاينين تشوف الفيشينغ راه ساتوريين. دابا باش غيتشوف باش تعرف انت راه كتمشي كتعرف ديال شوبيفاي، الدومين ديال شوبيفاي كتشوف لي نيش اللي هما كتشوف شحال ديال الصفحات دايره داك النيش عندها، مثلا في لي ستور ديال شوبيفاي غادي تمشي دير مثلا طريقه راه معروفه سيت دو بوان ماي شوبيفاي، ودير قدامو النيش اللي بغيتي، دير مثلا قدامو الفيشينغ، غادي يخرج لك شحال ديال الناس كيتنافسوا على داك سميتو على داك الصفحات، نقولوا صفحات اللي كاينين كيهضروا على داك النيش. وفي البيع فهادشي في شوبيفاي، ملي كنهضروا شوبيفاي راه كنهضروا على البيع، وغادي تشوف العدد اللي غادي يعطيك. هذا غير في شوبيفاي، وبلا ما نهضروا على كوميرس بي كوميرس، بلا ما نهضروا على بلاتفورم اخرين، هذه راه هضره اخرى. بالتالي كتبقى الدراري كيبغى يضيعوا فلوسهم داخلين في واحد المجالات اللي هي صعيبه، راه كاينين مجالات كثيره. شوف سير قلب على لي بروفيت طابل نيش، شوف قلب على لي نيش اللي هما مربحين، قلب راهم كثار، راهم ديال السبور كاينين كثار، قلب على ديال السبور، قلب على سميل وسير صفحه ديال الفيسبوك، بدا تدور في صفحه ديال الفيسبوك، بدا تدور وبدا دير شوف الناس اللي دايرين لايك لشي 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 باج، سير عاوتاني ليهم وقلب دير برك على داك السيتينغ وشوف نزل تحت باش تشوف لي باج اللي دايرهم لايك، شوف اش مازال فاش كيهضروا.
وشوف سير ديك لاباج وديرها في اوديونس انسايت تشوف واش هي مستهدفه. علاش هي مستهدفه؟ كتشوف داك المجال كتشوف ربما راه ما كثيرش بزاف. سير سير عود شويه على هذا المجال هذا ولعب فيه شويه واحد شويه وشوف وخدم عليه مزيان وشوف. راهو كاين مجالات كثار، راهو كاين مجالات كثار اللي غادي تجيب فيهم فلوس كثيره. انا راه كنمشي شي مجالات راه كنلقى الناس راه مازالين مشيت غير شي 3 ايام هادي مشيت للاي باي بغيت نشوف واحد بغيت نحط غير نشوف نجرب واحد المنتوج بغيت نحطو لقيت واحد اللي دايرو وكان عيا نحط في نبدل في لي موكلي وفي الاخر وكذا ما كيخرج لي غير هذاك في ذاك النوع ما كيخرج لي غير هذاك في ذاك النوع حطيتو قلت انا غير حطيتو والناس كيشريو في اي باي وانا اي باي راه قلت لك راه ما عنديش معاه شوفوا لانه النيش ما مساتورياش النيش راه ما مساتورياش ما عمرهاش واش تحط شي نيش اللي هي مساتوريا صعيب بزاف صعيب افري اي باي غادي يعطيك غير اي باي كما كنقولوا غادي يعطيك راس الخيط حط مثلا في الفيشينغ ولا في التوكس ولا في الكاتس ولا في الكيتشن في اي باي ما تلقى راسك والو. انا هذه نصيحه الا بغيتي اخويا لي سبيتوز اكتب سبيتوز وكتب اخويا راه يعطيك بزاف بس والاخوان صراحه انا ما انا لي سبيتوز اللي كنت كنعتمد عليها بزاف كنت كنعتمد على ادبليكسيتي هي كنت كنعتمد عليها بزاف. شي ياسين الانصار عليكم السلام اخويا ياسين الانصار شي فكره على الادس في المغرب واش خاص دير انتريست ولا تخليها خاويه؟ لا خاصك دير اخويا انتريست دير اخويا انتريست غير واحد القضيه اللي تكون في المغرب باش انك المغرب غادي نقول لكم المغرب درت واحد التجربه درت واحد لاباج وواحد لاباج مثلا ديال الطبخ ياك درت واحد دائما اولا بعد واحد القضيه خصكم ديروا لي باج متخصصين دائما باج خصها تكون متخصصه علاش لانك تهتم فيها على الخدمه باش تخدم ديك الساعه لي كاستم اودينس تخدم على لي لوكالايك باش يكون داك الشيء مقاد باش البيكسل ديالك عارف شنو ديك الصفحه شنو قدامها ما كاينش بدا ترمي فيها تركش فيها كلشي خصك ترمي الباج ديال كل باج ديرها بنيش خاصه هذه خصك ما عمرك دير شي باج جينيرال باج خاصها ستور كنقول دائما دير في الاول ستور جينيرال في الاول دير ستور جينيرال ولكن لي باج كيكونوا دي باج ديال النيش باش ديك الساعه ملي كتلقى النيش ديالك اللي خدام داك ستور ردو كله داك النيش ولا سير حل شي ستور اخر دير فيه داك النيش قلنا سيدي كدير واحد لاباج درت انا واحد لاباج مثلا متخصصه في الطبخ درتها فاش درتها مثلا وصلت بها غير في لي جروب كنلوح مع الطبخه نتاع شي العيالات كثار كترمي حتى جمعت خير الله ديال الناس مثلا جمعنا مع واحد الاستاذه صراحه هي اللي دايره داك الشيء ولكن الغرض هو جهه اخرى ما عندناش غرض في الطبخ جمعنا ما غير وصلنا مثلا 1000 ديك الساعه ولينا كنديروا لها لوكالايك اودينس كنديروا لها لوكالايك واللوكالايك اللي كنبغي نقول دائما المعنى ديالها لوكالايك دائما هو بالفرنسي اوديونس سيميلير زعما بالعربيه الجمهور المشابه كتقول لفيسبوك اعطيني الناس اللي مشابهين لهاد لاباج زعما للناس اللي مشابهين للجمهور ديال هاد لاباج يعني الناس اللي كيهتموا بالطبخ غادي يجيب لك غير الناس اللي مهتمين بالطبخ انا كيجبد ليا وصل لك حتى 700 الف في المغرب غادي يجبدهم لك الناس مثلا مهتمين بالطبخ وغير عيالات مثلا كيجبدهم ليا باش كيجبد لهم ليا اخويا كندير واحد الادز بس مثلا واحد الادز درتو غير تجربه انا درتو غير تجربه ما عنديش غرض نبيع في المغرب درتو غير تجربه ولقيت بان عليه اقبال علاش لانه عندي اللوكالاك يعني نستهدف قوه كبيره وكي البيع كنقول مثلا لو انه كان عندي داك المنتوج انا غادي ندير به ارقام كان عندي داك المنتوج غادي ندير به ارقام وشحال نعطيك واحد المثال ان كنت درت فيه واحد 3 ايام واحد المنتوج ما عندوش علاقه كاع بالكيتشن بالمطبخ درتو غير تجربه درت تجربه ديال ساعه ديال واحد الساعه درناها 3 ايام واحد النهار جبت فيه 20 واحد النهار 21 واحد النهار 20 18 20 21 ما عقلتش المهم واحد النهار فيه 18 بشحال هادي ب 6 دولار شوف بشحال هاد درت هاد المبيعات ب 6 دولار كل منتوج كنت شريته ب 500 ريال وبعته ب 1500 ريال شوف 500 ريال بعته ب 15 يعني تقريبا طاح عليا ب 5 دولار بعته سميتو ب 20 دولار صافي هذا المنتوج هذا دابا قلنا هذا ب 6 دولار درت في الادز وكان الادز
واصل 0.38 سي بي ام. سي بي ام 0.38. شنو كيقول لك فيسبوك في هذا الشيء؟ كيقول لك بان السوق راه مازال خاويه، ما كاين حتى شي واحد، حتى الا كاينين كاينين قلال، حتى اللي كاينين كيخدموا بواحد الطريقه اللي هي بيت، كيهضروا بواحد الطريقه اللي هي كيخدموا بواحد الطريقه اللي هي تقليديه. هنا باش غيتغلبهم انت، لانك يعني غتكون مسيطر على الفيسبوك، ادز ضربهم مزيان، تما غادي لو البيكسي ديالك اوبتيميزي تما غتقضي على، وتما كتخدم بزاف قلنا على اللوكالايك، وكدير حتى واحد السيت، واحد السطور خاص مثلا غير يدخلوا ليه، ما غرفكش انت انه يشريو منه، وانما غير داك الفيو كونتنت، غير داك الفيو كونتنت دير به واحد كاستم اوديونس. فاش كدير به داك الكاستم اوديونس، كاستم اوديونس زعما جمهور مخصص، داك الكاستم اوديونس كدير عاوتاني لوكالايك اوديونس، كدير ليه الجمهور المشابه. شتي القوه ديال الفيسبوك؟ هنا كتكمل القوه ديال الفيسبوك، هنا كتكمل القوه ديال الفيسبوك. يعني كتولي انت بزاف ديال الجهات كتبقى تجبد الناس المستهدفين من بزاف ديال الجهات وبواحد القوه كبيره، وغادي تبيع مزيان. الطريقه باش تبيع، انا غير تجربه، انا الطريقه باش بعت الناس قلت لهم حتى وصلكم من المنتوج عاد تخلصوني، حتى وصلكم من المنتوج عاد تخلصوني، شي وحدين خلصوني شي وحدين ما خلصونيش، انا بغيت غير نديرها غير تجربه، يعني بلا ما يمكن يثق فيك يخلصك المغاربه، انت عارف يخلصك وفي التالي ما توصليش للمنتوج ولا شي حاجه. قلت لهم شتو عندكم فلوسكم حتى يوصلكم المنتوج عاد تخلصوني، وكاين اللي خلصوني كاين اللي ما خلصونيش، شي وحدين قال لك ما وصلهمش، وفعلا واش ما فعلا ما وصلهمش لا لا واش يخلصوا. المهم ما علينا، انا بغيت غير ندير تجربه كيفاش داير السوق المغربيه، انا بغيت غير نعرف كيفاش داير السوق المغربيه. ومنهار من هنا قدام كنقول انا غندير واحد التجربه مع الاخ ديالي، هو يدير شركه، لان انا موظف ما يمكنليش ندير شي شركه بحال هكا، يكون هو مثلا جيرون ديالها وانا نكون شي مساعد بحال هكا. المهم مازال عكزنا على القضيه هذه كثر المشاغل، انا كنقول لك انا هذه هي الطريقه باش تخدم، الطريقه باش تخدم خويا هي هذه. ممكن تول باش نعرف نيو تريندينغ برودكتس، اخويا كاينين اخويا محسن الجزولي، باش كتعرف تريندينغ البرودكت اللي داير تريندينغ، يعني نورمالمون انا بالنسبه لي التريندينغ هو ملي كيكون كيت في امازون كتشوفو كيتباع دائما، فاش تمشي لامازون كتمشي امازون نيو ريليزز ياك، كتمشي لها تما كتخدم هاد التولز هادي وكتشوف اللي كيتباعوا بزاف في داك الشهر، انت راك نيس في هاد الشهر مثلا ثلاثه، ولا اللي تباعوا في شهر واحد في 2018 ولا يعني هادوك راهم مزيانين، هادوك كتهزهم وكتشوف، كتمشي لجوجل ترندز كدير داك البروداكت وكتشوف فين تشراو، شكون هي الدوله اللي كتشري هاد، كتشوف كتصنفهم دوك خمسه الاولى شوف شكون هما، الا كاينين من دوك الدول القويه انت غادي تستهدفهم في الفيسبوك ادز، والا ما كانوش من الدول القويه بلا ما تستهدفهم في شوبيفاي بلا ما راه ما يخدم لك داك الشيء. واخا خويا نديرو، واخا خويا غادي نديرو السي مصطفى الشاوي، اخويا شوف غير قلب في يوتيوب، شوف الاخوان، سول الاخوان دير واحد البوسطه اخويا مصطفى الشاوي، كتب لهم قول لهم عافاكم شي دوره زوينه ديال الفيسبوك ادز، وهما غادي يعطيوك. صراحه اخويا انا ما مشيت شي دوره في فيسبوك ادز، انا اول دوره شفتها في فيسبوك ادز غادي تكون واقيله 2011 واقيله هذه، الله اعلم ولا ما عرفتش 2011 النص ديال ولا 2012، المهم هذوك الجوي شحال هذه باش شفت انا واحد شويه في واحد الكور، ولكن البراتيك هو اللي خلاني اخويا. راه كاينين اخويا، غير سول دير واحد البوست في الجروب، كل اخوان عافاكم شي دوره زوينه بالعربيه ولا بالانجلي والفرنسي ديال فيسبوك ادس وغادي يديروها لك، راه غير دير البوست اخويا، ان شاء الله الاخوان غادي يديروا يحطوا لك، راه كاين شي عربي واقيلا داير شي دوره ديال فيسبوك ادس، الله اعلم واقيلا على ما شفت واحد النهار شي بوست حط، المهم انا ما عرفتش. باش زيد وين عليكم شنو كنقول دابا، انا على كاش الشيطان فيما يخص هذا التولز اخويا، التولز يعني كما قلت لك انا كتهز هذيك اللي دايرين سميتو في ديك التولز كتعطيك اللي تباعوا بزاف، و سميتو الريفوني استيمي زعما القدر ديال المال الارباح اللي استيمي في ذاك البرودوي شحال لي فونت اللي فيه فوقاش تحط راه كيعطيك فوقاش، ومتى كما قلت لك كتهز ذاك السميه ديال ذاك البروداكت كتمشي ديرو في جوجل ترند تشوف فين الدول فاش داير الترند، الا من الدول الكبيره سير دير لهم الاد في دوك الدول الكبيره، لقيتيها مثلا داير ترندز مثلا في نيوزيلندا
ما دارش ميريكان ولا في كندا ولا في ما يمكنش مشات دير ليه انت الاس في اليونايتد ستيتس لان ما دايش فيه الترند غير تمشي دير ليه الاس في نيوزيلندا صافي. وهاد هاد هاد التولز اخويا اللي كنخدم بهم هما كاين امازون سكاوت كاين امازون سكاوت وكاين امازون سكاوت برو كاين واحد اخر الله ينعك الشيطان بحال هكا كان فيه سكاوت غير هو انا كنخدم انا امازون سكاوت شي واخا ثاني تلابي دي كومباني يجيبو السيد نهار الاول ثاني تلابري كيموتوش والحل ديالو اخويا الحل ديال هاد سميتو ديال هاد التول سميتو لي كومباني كيميتو اللي كيموتو قلتي كيجيبو السيد في الاول وفي الاخر كدا اولا هذا كيعني بان البيكسيل ديالك ما اوبتيميزاش ولا كتسيب لي واحد لوديونس اللي هو كبير بزاف ياك ثالثا هو انه كتولي انت شنو كيقول لك كدير واحد البروداكت اللي هو ماشي وينر برودكت اللي ماشي هو وينر كيولي الفيسبوك الا درتي ليه بالاخص الا استهدفتي واحد البرود واحد اكثر من 600000 في ديك الانتريست الا استهدفتي اكثر من 600000 كيولي كيمشي يجبد لك الا كان بالاخص برود شي شويه كيولي يجبد لك في الناس اللي غادي يشريو طق 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 كيهزهم لك بحال لو كنتي كيجيب لهم كيسالي القضيه صافي كيجمعوا كيطوي لانه هذا هي الحل ديالو خويا هو هذا اللي تشوف كيجيب ما كيجيبش راه يعطيه التيسه وخليه عليك داكشي هذا هو اللي عليك هذاك ماشي حاجه واللي هو اللي خدامه مزيان شي نفو على ليزون ديال باي بال هذيك بايونير والتيرناتيف دو بايونير اخويا انا ما تلياش ليا الباي بال مع بايونير لانه عييت من عييت من ندير محاوله والو عييت ما درت التليفون والو معاهم غير واحد القضيه اللي كاينه هو انه كاين دي برودوي اللي كنلقى الناس اللي كيخدموا باي بال راني كنخلصهم في باي بال كنتعاملوا كندير لهم واحد الفيشي ديال اكسل وكنصيفطوا لهم وكنخلص لهم والانفويس وحنا خدامين كاين طريقه اخرى هو انني كان بايونير عندي بايونير عندي انه الناس كيخلصوني بايونير كاين الناس اللي كيخلصوني بايونير حيت انا داير حيت انا داير سترايب فيك اكاونت ديال سترايب اي سكان النصيري عندك هاد سكان النصيري داير هاد جنجل سكاوت هو هذاك هاد جنجل سكاوت وكاين امازون سكاوت وامازون سكاوت برو انا كنخدم بامازون سكاوت وامازون سكاوت برو هاد سميتو هادو بعدا هاد امازون سكاوت واقيلا راه كيعطي شي الى كيعطي واحد العدد ديال لي بروداكت واش 15 برودوي بحال هكا ولا 20 برودوي كيعطيهم الكفري يعني انت كتيستي مثلا تجرب على واحد البرودوي هكذا كتختار البرودوي ديالك كتيستي عليه مره اخرى تيستي على الاخر كينقص لك حتى كتسالي كيقول لك راه سالات الفري ديالك خصك مثلا الا بغيتي تشارك معنا فهاد امازون سكاوت اللي كنقول لكم دابا خوت راه دازو سميتو لهذا دازو لي كومونتير ديالكم راني ما شنو كنت كنقول يا رب الله ينعك اش الله الا نسيت كاع علاش كنت كنهضر هاي فكرة الشهد صلاح الرضاوي قلنا لها التولة هذه سميتها امازون سكاوت ولا جانجل سكاوت كما حطات الاخت هنايا الله يجزيها بخير دوز عن تريبي خويا يعطيك واحد الكوس ديال اخو واخا الاخ اللي كنسول على الكورس ديال الفيسبوك اصاوح الاخ سميتو سليمان الخراز راه قالك دوز عندو تريفي يعطيك الكورس الله يجازيه بخير وقلت الاخ بايونو فيما يخص بايونو قلت انا داير سترايب والناس كيخلصوني بسترايب حيت كنستهدف مثلا في البرازيل ولا ساوث افريكا ولا راه كيخلصوني كيف حتى اللي كيخلص امريكان في يونايتد ستيتس ولا كان اللي كيخلص بلاكارت وكيوصلوني في سترايب ومنهم كيحولوهم البايونير حيت ربط بايونير البنك ديال بايونير ربطته مع سترايب باش كيحولوا لي الفلوس لتمايا وبالتالي كنخدم باي بال وكنخدم بسميتو بالكريديت كارد باش كيخلصوا الناس بالكريديت كارد داكشي باش كنلقى انا كنلقى عندي فلوس في بايونير وكيكونوا عندي فلوس في هذا في باي بال
وكان ولي كنتعامل مع السيدي. لا كنت مثلا في الاول كنبقى نخلصو مثلا بايونير بحال هكا، ملي كيبان لي بان المبيعات راهم كاينو موجود كثارين، كنولي نزيد مثلا في الادز، كنبقى نسكيلي مثلا نزيد شويه، كيولي يكثر شي شويه، كنبقى نقول له خصني ضروري راني بغيت نشري بايون، خاصك باي بال، لان ما تقاليش كذا كذا، كنشرح ليه الوضعيه. ولا مثلا وكتقول لي مثلا راه ما بغيتش نمشي لاخر، انا انت اللي كنشري عندك لابرا كيشري باي بال، كدير بحال لا باغي تشري واحد عند واحد اخر، راه كيبقى كيقبلوا ديك الساعه وحتى تما باي بال كيحاول يحيد دوك التلاعبات، لانه كيعرف يلا باي بال غادي تمشي دير المنازعه معاه وغادي يخسر، وبالتالي ما كيولي دائما يحط لك البرودوي، كيحط لك برودوي زوين، ما كيحط لك شي برودويات اللي هما خايبين. شكرا جيب اخويا مصطفى شاوي. ابو اسامه السلام عليكم، اكيد لا اخويا ابو اسامه لاباس عليك، واش هانيه؟ واحد القضيه اسمح لي، شوف راه كندير لي كونط، كندير بهم لايف، كيمشيو كيتسدو كيمشيو، يعني ماشي لي كونط لي هما اساسيين. دابا راني غير كنلعب، ملي كنبغي ندير شي سميتو كيسدو، كيزيد واحد شويه كيبقاو يسدو. خويا اش من طاكس؟ ما كاين لا طاكس لا والو، حيت اصلا غادي نقول واحد القضيه، انا عطيهم المعلومات اللي هي غلطه، ما كاينش شي معلومه عطيتها لهم اخويا في ستريب اللي هي هذيك، بحال السميه ديالي هي اللي صحيحه، باش انه ما يكونش مشكل مع بايونات تكون نفس السميه، انا عطيهم بانني في ميريكان وفي الاخر وكذا. وواحد المشكل اللي غادي يكون عندك في ستريب هو انه واحد لقيت غادي توصل واحد القدر كبير ديال المال، غادي يقول لك ديرنا الفيريفيكاسيون وما غاديش تكون عندك الفيريفيكاسيون، ديك الساعه ممكن غادي يمشي يقلب دير التزوير عاوتاني الاي دي ولا شي حاجه. ديك الساعه شنو كنقول انا؟ شي الاموال اللي كيجيوني بالنسبه ليا في ستريب كنعتبرهم بانه غير فضل، علاش؟ لانه كنت اصلا كنخدم غير باي بال وكانوا كيمشيو مبيعات، وبالتالي ندير راسي بحال انا خدام غير باي بال، داكشي اللي حزوه مثلا في ديك ستريب الله يهني الله يعاونو. وانا ما صراحه ما لحد الان ما كاينش شي مشكل، علاش؟ لان ما كنخليش يكون المشاكل مع الكليان، غير شي واحد كيكون شي مشكل بحال هكا كدير ليه ريفون، يعني باش كتعبي لنا راه خدام معاهم غادي مزيان، غير ما تدخلش معاهم في مشاكل انت مزيان. ما اخويا ما دير لي حتى شي مشكل، ستريب راه عندي شحال هادي، ما ستريب راه عندي شحال هادي خدام، ما عنديش حتى مشكل. انا واحد لقيتها في واحد اللايف، راني درت الاخوان واحد سكرين باين لي داكشي اللي خدام غادي خدام مزيان. شكرا على التوضيحات. شكرا جوا خويا. خويا كيفاش ندير ادس في رو دايركت؟ واخويا الادس دابا ما يمكنش، هو كدير كومبيني عاديه وتخدم بها لي زيتاب كات، كيما راه كيفاش نقول لك في اللايف ما عرفتش، الا نديرو شي فيديو ولا اخر. واخا راني عرفتي شحال بيني وبين رو دايركت، راني شحال هادي بيني وبين رو دايركت، راه شي 3 سنين هادي ولا راني ما خدمتش مع رو دايركت، لان اصلا رو دايركت راه غير جات تقريبا خدمت شي 6 شهور وما بقيتش خدام، صافي قطعت ادسنس ولا اخر وما بقيتش خدام بهم، لان اصلا راه ماشي رو دايركت كانت سميتها، كانت سميتها ادينجيج، فهمتي؟ راه كانت سميتها ادينجيج، سميتها في الاصل ديالها، راه ماشي رو دايركت، راه عاد بدلها السميه، راه تما كنت كنجيب الترافيك للفيسبوك ادس، كنشيطر الادسنس تما، كنجيب الترافيك، كان رخيص الترافيك وكان مزيان، وكنت كنجيب الادسنس لهذا. وكان ديك الساعه غير ما كانش دوك الاسهم، ديك الادس دابا اللي فيه السهم، وكان ديك الساعه غادي يكونوا ارباح كبيره بزاف، غير دابا عاد دايرين هاد السي تي ار باش يرفعوا السي تي ار، بحال دابا راه المهم رو دايركت مزيان. وكاين اد طول، هادو اللي كنت خدام بهم اد طول، هاد جوج اللي كنت خدام بهم، ولكن هاد السنس كانوا شي شهر توجد سميتو، ما كاينش التحكم في داكشي، وصافي داكشي كيمرضني في دماغي، كتقول بقيت كتاكل في الحرام ولا كذا، ما لا هو لا سي بي اي، ما صراحة ما عجبنيش داكشي وخويس، لان داكشي فيه غير الكذوب، بحال السي بي اي الا ما كذبتيش ما ديرش شي حاجة، يعني تقلب على بنادم ولا سميتو ما لا باين داكشي.
واخا اخويا غادي نديرو السيف. عمر بناني غادي نديرو السيف اخويا. قلب في جوجل وشوف كيفاش كيتدار الادز في الرودايركت، ولا شي نهار ندير لكم شي درس عليه ولا شي حاجه سهله اخويا، مش حاجه صعيبه. نفس الطريق راه نفس تقريبا المبدا، ما كاينش. وما صحاب الرودايركت راه غادي يعطيوك فيديو غادي يقول لك كيفاش دير الادز، راه تلقاه في يوتيوب ولا يقول لك كيفاش دير الادز. ميسي دونا الله يبارك فيك اخويا حبيبك. السيف بليز غادي نديرو السيف اخويا. واش مزيان الادسنس رخيصه؟ واحد القضيه بعدا غادي نقول في ادسنس، بغيت نهضر في ادسنس. الله يرحم والدين سمعوني مزيان، الله يرحم والدين سمعوني مزيان، انا كنعاودهم الله يرحم والدين سمعوني مزيان. الادسنس بالنسبه ليا واحد الحاجه هي الفارق بادسنس، واحد الحاجه، واحد الحاجه هي الدومين، هي دومين، هي دومين، هي دومين. غادي نعاودها ونكررها، هي الدومين، هي الدومين. من خلال تجربه راه واخا تهز المقاله ودير لها كوبي وتحط لها وتحطها كولي، راه غادي تجيب لك. الا كان الدومين مش هذا غادي تجيب لك هذه الكليك غادي يكون طالعه، والسي بي ام البي ام غادي يكون طالع دومين. وباش دير الدومين ديالك في شي وحدين كتلقاه دابا غادي داير واحد الدومين كيسمي راسو yunsbro.com. ديالاش هاد yunsbro.com؟ ديالاش العناكب ديال جوجل؟ شنو هاد yunsbro.com؟ ديالاش هادشي؟ جوجل براسو ما كيفهمش ديالاش هادشي كاع. برو هي يفهمها، ولكن يونس ديالاش هادشي؟ ديالاش يونس؟ ديالاش واش الطبخ؟ واش الكاتس؟ وخصك تشوف واحد النيش في ادسنس، خصك تشوف واحد النيش، غادي تهز واحد النيش وتمشي تقلب على، تمشي لجوجل بلانر، تمشي لجوجل بلانر، غادي تمشي لجوجل بلانر، غادي تقلب على عدد سميتو، تشوف شحال كيتشاف في الشهر، شحال المشاهدات ديالو في الشهر، شكون هما الدول، شكون هما سميتو لي كيوردز اللي قراب ليه. ملي كتشوف ديك لي كيوردز كتمشي تهز دوك لي كيوردز، ملي كتهز دوك لي كيوردز مابقاش دير ديك سلاش لي كيورد، خصك كلشي يتلاصق. مثلا تكتب كاتس فور لايف ولا كاتس ماي لايف، خصها تكون ملاصقه وتشوف واش داك الدومين محجوز. وحاول انك تشوف دائما .com. وديك الساعه الا لقيتي شي دومين في داك الدومين داك نيت تاريخ خدام، لقيتي شي دومين زوين وعرفتي نسبه المشاهده مثلا في الشهر مثلا كتوصل مثلا 200,000 ولا 300,000 في الشهر مثلا في اليونايتد ستيتس، كتهزو مثلا كتهز كتمشي تقلب واش داك الدومين واش متاح. ما متاحش كتشوف تقلب شي حاجه بحاله قريبه ليه حتى كتلقى داك الدومين، عاد تمشي دير داك الدومين، دير السيت ديالك، دير الموقع ديالك. عاد ديك الساعه رانا نهضروا على المقاله، ملي كتهضر المقاله ديك الساعه راه واخا دير حتى وحده كوبي كولي غادي تعطيك، لان التجربه ديالي غير كوبي كولي غادي تعطيك. راه كاين الدومين اللي كنديرو، قلت انا الاول شحال هادي كنت كندير غير شي سميه كيف ما كانت، حتى انا في ديك 2010 كنت داير شي سيتات بسميه كيف ما كانت، سميه غير هكاك، شي سميه اللي قال لي راسي وكنديرها، ما داكشي والو كاع. الى وصل كاع الكليك وصل 0 كاع، الى قوى حده 0.17 كاع الى وصلت. حتى لي شنو باغي تربح انت؟ خص كلشي كليكي اللي يدخل عندك خصو يكليكي الا بغيتي تربح، لا ما غادي تربح حتى شي حاجه. هذيك الساعه عاد بديت كنخدم سميتو الكيورد، عاد كنحط الموقع ديالي بالكيورد، كتحط عاد ديك الساعه كيولي دابا انت كتخدم داكشي بالسيو، كيولي كيجيو لك. دابا نعطيك واحد المثال، شتي دابا عندي 15 دومين، عندي 15 دومين شاريهم وخليهم، ماشي في ادسنس، بغيت ندير ادسنس 15 دومين في ديال على شوبيفاي، والله الا شاريهم راني شاريهم خليهم، ولقيت واحد بحال قلت واحد النيش لقيته انه مزيان خدام، شريت فيه 15 دومين في ذاك النيش، 15 دومين شريته ولقيته داك الشيء خاوي، لقيت فيه واحد المنافسه، لقيت مثلا واحد الجهات شد لي .com كدا، وجبت .net .org .store كاع اللي كيدوروا به تما جبتهم وشريتهم وخليتهم راه مني. وانا دابا غادي نبدا نتيستيهم، علاش؟ لاني خدمت عليهم، خدمت على الكيور، خدمت على هاد الامور هادي، وعرفت بانه هذاك الشيء خدام مزيان. المهم هذه هي المهم، شتي اول حاجه ركز على الدومين، وملي دير الدومين وسير انت سيدي دير مقالات حصريه كتبهم لك شي واحد ودير فيها 1000 كيورد صافي، ولي زاتس ما تبقاش كثر في لي زاتس، دير كتعمر ليها تما، كدير ليها كتعمر لي تما بحال
كتحط المواعن في الكوزينه كتحط لي الاطس هنا 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 فوق سميتو فوق الثلاجات دير غير جوج كاع الماكسيموم كاع ثلاثه الى قوه كاع جوج كدير واحد وكتحط واحد اخر صافي جوج باش علاش باش انه المنافسه غادي تكثر عليك انت لانك داير غير جوج الا درتي ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه غادي يرمي لك كلش غادي ترمي لك ادس غادي جوجل يرمي لك من هب وهذا بترميهم لك في لاباج ديالك او دي في السيت ديالك بالتالي انت اختار جوج باش تكثر عليك المنافسه غير تحط غير الناس اللي غادي يدفعوا بزاف هما اللي غادي تحطوا عندك جوج ثلاثه انا كنقول الماكسيموم وإلا لقيتي حسن جوج ما تفوتش دومينو جوج ديال سميتو المقاله حصريه اخدم هذا هو اللي جيب لك جيب الترافيك الترافيك عاودها الفيسبوك ها رو دايركت كما قلنا ها ادستول ها سميتو كنت كنجيبو ديك الساعه من 7 تشيرش دابا واقيلا راه وقفات هاد 7 تشيرش مابقاتش خدامه وهاد الطول واقيلا حتى مابقاتش خدامه وكاين المهم كاين طابولا كاين بزاف ديال وغادي دير نفس المقالات مثلا ودير مثلا هادو دير هاد لي نتورك مختلفين وصيفط لك سميتو ديالك لهذا صيفط لك يا ربي ترافيك وشوف ديك الساعه انت غادي تستخدم شوف عاود تيستي عاود تيست لقيتي راه الكليك راه دائما عيانه داك الدومين عطيه اتساع ما تعاودش تطور به داك الدومين قتلو هادشي اللي غادي نقول لك من غير هادشي غنبقاش ضيع فلوس انه اخويا عندي دومين برو مزيان خاصني الترافيك كاليتي اذا مشي قلبت على الترافيك اخويا كاليتي شوف جيبو مشي قنت وشوف ديك الساعه ما كيهمش واش تربح ولا ما تربحش غير المهم شوف انت الكليكه شوف الكليكه كيفاش دايره خصك تعرف اول حاجه تعرف الكليكه شحال كتسوى شحال الكليكه شحال غادي ملي كليكيك شي واحد على الاطس ديالك مثلا ميريكانو سميتو شوف شحال عطاتك مره اخرى شوف واحد كليك حتى تلقى شي واحد مثلا راه عطاك مثلا ثلاثه ولا عطاك جوج ولا عطاك غير واحد كنعرف ديك الساعه بانه هذاك الدومين راه مزيان من غير هذا الشيء كديرو ما قدامش غير بعد هذاك الدومين سير بدل مابقاش تطور ليا في ذاك الدومين ديالك غيبقى تضيع فوقك وفلوسك كاين اخويا اللي ما كيشوفش الدومين كلشي على استهداف اخويا على مقاله لا اخويا اسمح لي ما كاينش الاستهداف والمقاله كاين واحد القضيه اخويا هي الدومين اول حاجه هي الدومين وواحد القضيه اخرى حتى الكونت ديالك ديال ادسنس حتى الكونت ديالك ديال ادسنس كاين الكونت ديال ادسنس اللي كيكون عيان ما كيبغيش يعطي حاول ما امكن المهم دور على الحالات كامله ولكن اول نصيحه هي الدومين اخويا لا دابا الدومين الاخ اللي قال لك دابا راه على اللي ما كيشوفش الدومين هذه ممكن هذيك اخويا كتهضر نتا على الاستثناء وكتهضر على الزهر واحد بحال قلتي واحد مثلا اشنو غادي نقول مثلا ما عرفتش كيفاش واحد المهم دار شي حاجه اللي هي غير عشوائيه وصدقات ليه صافي غير عشوائيه وصدقات ليه مثلا واحد بغى يرمي غير كيرمي شي حاجه بحال هكا في شي بلاصه وجات في ديك البلاصه وهي جات ولكن ماشي بحال الا مشيتي انت اختاريتي الدومين يعني انت كتقتل الاحتمالات اللي غادي تضيعك الاحتمال اللي غادي تضيعك كتقتلها ما تشوفش واحد اللي ما دارش الدومين ما خدمش على الدومين وجا داك الشيء هذيك راه استثناءات واش انت دابا كتقلب استثناء ولا على القاعده الا جات هكاك راه مزيانه ولكن حنا ما نتسناو حنا كندير لها كلشي ملي كندير لها كلشي كنخدم بروفيسيونيل كنخدم بروفيسيونيل ديك الساعه راني كنمشي مزيان وديك الساعه الناس اللي هذا الاخ اللي هضر لي على سبايتولز فهاد الادسنس كيصلح لك سبايتولز يصلح لك مزيان في ادسنس سبايتولز ادسنس واعر غادي تمشي الادبليكسيتي خدموا غير الادبليكسيتي هي اللي خدامه مزيان وكنصحكم بها سير الادبليكسيتي والثمن المناسب سير واحد المقاله شوفها مثلا انا غادي ننصحك مثلا غير واحد المقاله غاديه غير 15 يوم هزها وخدم بها راه غادي تعطي غير 15 يوم كتعطيك لان واحد ما يخليها 15 يوم ما يمكنش كل واحد ما كيربحش ويخليها 15 يوم هذه ما يمكنش امبوسيبل
واخا خويا غادي نديرو السيف يونس ستريب. بالنسبه لسترايب خلصتي التاكس ما خويا قلت لك راني درت فيك اكونت راني درت اكونت زور وعندكم تقولها لشي واحد. المهم راه غير المهم بين البديل وصافي باش نبدا يخلصوا الناس بلي كارت حيت كيمشيو المبيعات بك. سلام خويا فوق ادس فيسبوك ديال شي ما قال كوبي رايت واش كيسدو ليك الكونت كل حاجه خويا شتي المقال كل حاجه ديال بنادم كتسد لك الكونت. اي حاجه هزيتيها ماشي ديالك كون هو اللي ناوي يسد لك الكونت. ولكن انت تلعب على الحاجه ما لعب عليه ما قال الا بدلتي فيه باش غادي ما كاينش كوبي رايت تما داك راه ما قال هذاك باش غادي يعرفوا باللي ديال السيد غادي يقول لهم راه ديالي ارانا نشوفوا نطبقوا ما كاينش الا فشي برودوي شي برودوي كتلقاه ولا شي براند راه كاين الكوبي رايت تما ولا شي فيديو باين راه ديال بنادم ديال سلام خويا كليك عندي كون غير 0.15 ام دابا بحال نتا خويا عندك في الموبيل واحد او دي في البي سي واحد مزيان وغير شوف وراه غير البي سي اللي مزيان شتي غادي نقول واحد القضيه بالنسبه للادسنس والله اعلم ربما الى دابا الى تطور هذا الشيء ديك الساعه باش كنخدم راه ما خدام غير 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 ما خدام غير هذا ما خدام غير البي سي اللي خدام غير الديسكتوب اللي خدام غير الديسكتوب هو اللي خدام هو عول على الديسكتوب ما هو مزيان ترى عطيك مزيان في الديسكتوب ما عطي الموبايل الموبايل ما تدورش به النصيحه لكم الموبايل ما بالنسبه ليا اللي كنعرف الموبايل ما تدورش به شي برودكت ما كنلقاش ليه فيديو اخويا البرودكت اللي ما كنلقاش ليه فيديو كندير ليه ديابورا ما كندير ليه سلايد شو شي اللي كندير ليه وإلا كان شي فيديو ديال شي واحد كنبقى نقطع من هنا ومن هنا وكندخل مع شي فيديو اخر وتقطع من هنا وبدل الموسيقى بدل بزاف ديال الامور الا كان وجه ديال شي بنادم ما تخليش يبان دومينا الا كنتي خدام سيو اي اخويا الا كنتي خدام سيو انا متفق معاك الا خدام سيو مزيان اولا السيو كيبقى يجيب لك اخويا ترافيك صافي كيجيب لك ترافيك كيجيب لك الترافيك بوحدو هادي من بين الايجابيات ترافيك بوحدو وبغيت تقول لي انت بانه راه غير كيصلا غير السيو باش انك انت تحاول تجيب الترافيك ولكن ما يخص الكليكا ما عندوش عارف اخويا غادي نقولك الله اعلم من خلال التجربه ديالي اللي كنقول لك انا من خلال التجربه درت عدد ديال لي سيت درت مع شحال درت ديال لي بلوغ في سميتو في هذا حتى في الاخر في هذا سميتو هذا في هذا بلوغر ديال جوجل ودرت لهم لي دومين شحال وانا كنخدم في هذا الشيء حتى بديت كنخدم بروفيسيونال اخويا عاد تغيرات الامور هاد الامور تغيرات حتى ملي كنخدم بروفيسيونيل والدومين عليه العمده وخلال التجربه ديالي عليه العمده والا بغيتي انك تقطع المراحل وما ديرش الاخطاء اللي درت انا كنصحك بهاد الامور هاد انا كنصحك بهاد الامر هذا راه بالتجربه الدومين كيعطيك اولا السيو كيولي يجيب لك الترافيك فابور شكون بحال كيجيب لك الترافيك فابور مثلا انت في هذا في الاخر في شوبيفاي كيجيب لك ستور ديالك كيجي لك الترافيك فابور شكون بحالك راه والترافيك اللي كيجيك من جوجل راه مستهدف ملي يجيك من جوجل راه مستهدف يعني ماشي اي واحد دخل مادام ان واحد دخل لك للسيت ديالك من جوجل يعني راه كتب مثلا كدا على الكيتشن هاد التولز هادي ديال الكيتشن كتبها بسميتها وما دخل سميتو السطور ديالك الا وانها كاينه في السطور ديالك وراه جاي ليها قصدها اذا ما كاين ما حسبتكش ها الاولى وثانيا على نقرا سميتو ديالك اخويا راه هادي راه كاين هادشي الا ما قالها لك شي واحد انا كنقولها لك انا غير ما بقيتش خدام ادسنس وما كنديهاش فيه انا ادسنس انا كنت بغيت نمشي نخدم وراه غادي نجيب فيه مبالغ وما بغيتش نخدم فيه لانه ما يمكنش تحكم في دوك الاشارات اللي قال لكم تحكموا ديك الاشارات هاي كيكذب عليك الصراحه هي هادي باش نكونوا واقعيين راه ما يمكنش تحكم لان ما كاينش شي ادس بوحدو كتحكم فيه بوحدو كتهز هذا ودير الطق لا ما تعطيوه ليش هذا عطيوه ليا هذا ما تعطيوهش ليا كيعطيوك داك الشيء اون جروب غير كتمشي انت كتسميتو وكون راه التجربه ديالي اللي كيدوزو الاشارات اللي ما بغيتيش يدوزو كيدوزو ليا انا كيدوزو ليا وداك الشيء هو اللي مرضني ما بقيتش كندور به لا ولا السي بي اي
وهذه انا كون على يقين انها غادي دير الدومين مزيان، انه غادي تجيب غادي انك غادي تنجح فيه. وهذا الشيء اللي ما كيعتمدوش فيه عليه الدراري بزاف، ومازال كيديروا هذه الاخطاء. ومازال الاخ عبد العزيز كيقول لك بان ما عندوش تاثير، وغايتجلس وغايتجلس بانك غادي في غير واحد الحلقه مفرغه غادي تخرج غير كتضيع فلوس. وإلا ما كانش الدومين فينا هو المشكل، انا كنجيب مثلا انا كنجيب مقاله حصريه ياك، وكندير فيها 1000 مثلا، وكندير فيها 1000 ديال لي كيورد، واحد المجال اللي هو غالي ياك، وكنمشي كنجيب الترافيك من هنا، نجيبو فيسبوك نطابو لا ريف كونتنت، نجيبو رو دايركت من كلشي، كنجيبو من كلشي وكنحطو ما كيجيب لي والو، نقرا عيانا كاع الى طلعت 0.17 ماكسيموم. وفي حين مره اخرى انا بالتجربه ديالي، انا كنهضر على التجربه ديالي، حنا مره اخرى انني كندير واحد الدومين مزيان، كنمشي كنقلب في سميتو في كيورد بلانير، وكنقلب وكنجبد سميتو وكندير واحد الدومين هو هذاك، وفي ذاك واحد النيش غالي، وكنمشي كندير كوبي كولي للمقاله، كوبي كولي للمقاله، وكنجيب لها الترافيك، وكنلقى سميتو كنلقى لي كليك كتلقى فيها الكليك، هذه غير هذه كوبي كولي، كنلقى فيها الكليك $2 $3 $3.5 باش تشري شي حاجه 4 على حسب المجال. واحد المجال غادي نقول لك، غادي نقول واحد المجال خدمت فيه ديبت كونسوليديشن، هذا المجال هذا غالي، عرفتي الكليكه اغلى كليكه في سميتو في الاخر هذا كاع اللي في ادسنس، ملي كنت بديت ادسنس اغلى كليكه جاتني في هذاك سميتو، عرفتي شحال جات؟ جات شي $27 في كليكه واحده، $27. انا كنقول لك دابا هادشي، كنقول لك انا كنقول لك بالتجربه، هي ناتشي راه مابقاش بديت هذا المجال ديال الانترنت وهذا الربح من الانترنت، راني بديته من 2008، راه غير هاد شوبيفاي وهاد الاي كوميرس هو اللي بديت في شهر 6 ديال 2017، وما الباقي راني قديم فيه وعندي واحد التجربه، راه كنت واحد التجربه كبيره وممكن ندير دروس ونبيعهم، ولكن ما بغيت نبيع دروس، وبغيت راه كان حاجه كنديرها لله في سبيل الله، اي حاجه كنديرها لله في سبيل الله، وما عمرني غادي نبيع شي واحد الدرس ولا نبيع ليه شي حاجه. علاش؟ لانني عرفت انا ديك الغبينه اللي كنت فيها، وما كانش اللي غادي يعاون، وخصك تشري دروس وبالانجليزيه، وانا ما قريتش الانجليزيه، قريت غير الفرنسي والصبريونيه، وبزاف خصك ترجم، خصك بزاف الغبينه الناس، بالتالي وزيد من الوقت والتكرفيس وتمارا الكحله، بالتالي ما يمكنش تبيع لواحد اخر دروس وتشوف هو واش ينجح ولا ما ينجحش. بالتالي انت تبيع لواحد الدرس اللي كون مثلا غير واحد تبيع لي واحد الدرس و100% غادي ينجح ماشي مشكل، كاين داك تمشي تبيع لواحد الدرس مسكين هو خصو واحد الخدمه كبيره بزاف، واحد المجهود كبير، بالتالي ما اش غادي يقول عليك انت، يقول لك انت راك نصاب. وانا عرفت الناس اللي باعوا في الانترنت، باعوا للناس دروس تافهه جدا، دروس تافهه جدا، باعوا لهم مبالغ كبيره، وهي لا تسمن ولا تغني من جوع، ملي كتوصل الامور المهمه ما يعني ما كاينش بنادم نيس كيبقى يضيع فلوس، وكيمشي حتى كيمشي يتخلو شي بحال. بالتالي ملي كنقول لك اخويا هاد الهضره هادي، انا كنقولها لك كنقولها لك لانه شفت الناس بزاف ضيعوا فلوسهم، ضيعوا كيضيعوا في وقتهم، وضيعوا كيمشيو بواحد الطريقه غلطه، وربما كيجدو شي معلومات غلطه، ومن واحد ما عندوش تجربه ما عرفتش زعما، ما فهمتش انا زعما. وكاين واحد القضيه، راه كاين وكاين لو تيست، وكاين لو تيست، وكاين لو تيست، كتيستي وكتخدم هاد القضيه. قلنا حنا دابا الدومين اخويا، دير واحد الدومين كيف ما كان وتيستي، ربما يعطيك، ما انا ما كنقولكش غير، انا كنقول كيما بغيتي تخدم بروفيسيونيل راه هذه هي الطريقه اللي خصك دير. طارق حداد، علاش حبستي كليك بانك؟ واش خاصو فري ترافيك ولا فيسبوك ادز؟ اخويا كليك بانك قلت لك اخويا حبست لا سي بي اي والسي بي اس، سي بي اس نيشو من هاد كليك بانك، سي بي اس هي كوست بير سيل، سيل يعني كليك بانك عندك ملي كتجيب دابا دوك الروابط وكتجيب ديك سميتو كتخصك دير ليه لاندينغ بيج. اولا فيسبوك هاد العروض ديال السي بي اي ولا سي بي اس خصك ضروري لاندينغ بيج، راه الا درتي هكاك ديال لافيليت، راه هاد العروض ديال لافيليت ولا سي بي اس ولا سي بي سي سي بي اي، راه الا درتيهم راه غادي يشد لك فيسبوك، راه غادي يبلوكي فيسبوك الاكونت ديالك،
اتونسيون راه ما خصك ضروري دير واحد لاندينغ بيج بعدا عاد ديك الساعه تحولوا مباشره لذاك العرض فهمتي. هاد سميتو هاد الامور اخويا وخصك دير لاندينغ بيج كيما قلنا ملي كدير اخويا واحد لاندينغ بيج اش تدير فيه تقول راه انا منتوج واعر راه ما كاينش بحالو راني استخدمته وراه عطاني النتيجه خصك تكون الا بغيتي تكون بحالي وانت راك ما خدمتيه ما درتي به وبالتالي شنو كتولي انت كتعيش غير في الكذوب وفي الحرام وسميتو وعلاش ما لا داعي لهذا الشيء اخويا ما داعي لهذا الشيء كاع كامل. قولوا الترافيك اخويا راه كتجيبوا الفيسبوك وكتجيبوا انا كنت كنجيبوا بزاف من سيفن تشيرش كنت كنجيب منه كاين عاود الاخرين ديال كاين الاخرين ديال الريف كونتنت وطابولا كاين بزاف من جيب الترافيك كاين كثار كاينين ديال بوب اب كاين بزاف ديال كاين كثار الله ما كاين ديال الموبايل بوحدهم كثار ولكن صراحه انا ما نكذبش عليك داكشي مزيان وزيد من فوق داكشي فيه الخدمه كثيره بزاف فيه خدمه شاقه نيت ماشي خدمه سهله والتالي راه اسهل ما كاين في دابا في الانترنت حسب التجربه ديالي كامله اسهل ما كاينش رقم واحد هو ادسنس اربيتراج هو اسهل ما كاين في الانترنت وموراه هذا الشيء ديال الايكوميرس هو في المرتبه الثانيه اسهل ما كاين هو ايكوميرس في المرتبه الثانيه هذا الشيء اللي كنشوف واصعب ما كاين بالنسبه ليا شخصيا في الانترنت بالنسبه ليا والله اعلم اصعب ما كاين في الانترنت هو السي بي اي والاخر والادسنس بالسيو يعني باش تخدم السيو على الادسنس صعيب شي شويه والسي بي اي كاع هو صعيب لان السي بي اي خصك بزاف خصك تخدم برامج ديال التراكينغ خصك لي لاندينغ بيج خصك بزاف باش تجمع لي زيمار خصك تخدم في فهاد الشركات اللي باش تكابتيليزي ما دار عباد الله كنت كنخدم باويبر وكاين جيت ريسبونس يعني فيه خدمه بزاف فيه داكشي خدمه بزاف غير داكشي مهم فادني بعدا بحال شي فهاد الشيء ديال باش انك كتكابتيليزي ما ديال بنادم وتعاود تخدم على الرسائل اللي كتبدا تصيفط وتخدم مزيان هذا هما بعدا يعني جات يعني ملي جيت يعني ملي جيت لشوبيفاي ما كانش عندي شي مشكل والفري اخويا اللي كيهم في كليك بانك ما كيهمش فري ولا فلوس غير المهم هو انك انت تجيب ترافيك سيبلي لذاك الامر الا كان مثلا شي حاجه مثلا نعطيو مثلا شي حاجه مثلا خاصه بالجيتار مثلا لا يقول لي مثلا بغيت تعلمها الطريقه باش تعلم الجيتار شي كور مثلا باش تعلم الجيتار طريقه زوينه مثلا انت كدير ليه بروموسيون كتهز داك باش الليان ديالك اللي كتهزو في كليك بانك كدير ليه البروموسيون حتى فين ما حتى في لي جروب المهم انت غير انت هو لا في يديك انت انا كوسبير سميتو الاكشن وانا تشد هذا هو الاهم ممكن تجيب الفري ممكن تجيب ولكن داك الشيء اخويا راه خصو التراكينغ لاندينغ بيج خصو بزاف ديال المسائل الا مشيتي لفيسبوك راه بعدا خصك دير لاندينغ بيج بزاف ديال الامور خصك عاوتاني لاندينغ بيج وخصك لاندينغ بيج اللي تهز مزيان واش غادي تخدم غير السيرفر عادي ولا تخدم في بي اس راه بزاف اخويا ديال الاخوان اللي ما شفت السؤال ديالو اللي ماشي السؤال ديالو يعاود يحطو راه ما من حيت كانوا طلعوا اسئله او بدا تيستو لي برودكت لي من خير شوبيفاي نرجعو لشوبيفاي البرودكت ديالك حاول ما امكن تهزو وتيستيه في الاخر في هذا تحاول تحطو حتى في ايباي تشوف شنو كيعطيك في انت تدي واحد الفكره على كيفاش كيتباع شكون الدول اللي كتشري لان راه كتلقى شي مرات لي برودكت اللي هما كيديروا الترند في شي بلاد فهمني كتجي شي بلاد اللي هي ماشي مستهدفه لان واخا دير لها الادس ما غاديش يشريو عندك ثاني يشريو عندك يسوق لها يعني انت خاسر انت
الثاني مابقاش تستهدف بديك الطريقه. وهاد التولز اللي بتكون راه مزيانه وراه كيعطيو شي برودكت بحال لو كتي لي كتيستي لي برودكت بحال لو كتي فري شي 15 ولا 20 والله ما عرفت ممكن بعدا 15 كاينين هذيك الساعه كدوز مثلا كدير مثلا الكيتشن نيو ريليزز وكيعطيك كيبقى يستفلك ها اللي شحال اللي تباع بزاف العدد ديالو حسب عدد المبيعات ها سميتو لي ريفوني استيمي عاوتاني ملي كتسالي هذيك عاود مره اخرى كتبغي دير شي بروداكت اخر عاوتاني كدير عاوتاني كدير شي محاوله اخرى كيقول لك راه نقصات مابقاتش عندك مثلا 15 ولات عندك 14 كيولي 13 حتى كتسالي هذيك الساعه كتخلص. الاخوه اللي ما شفتش دابا هاد سميتو ديالهم سلام خويا بوغ المهم اللي مشت الاخوه اللي مشت الاسئله ديالهم يعاودوا يطرحوها الله يجزيكم بخير. ليميت كيفاش نديرو مع درهم ليميت؟ انا قلت لك اخويا الطريقه اللي كنخدم بها هو انه كيخلصوني الناس من كنشري من باي بال دابا كيخلصوني الناس وكنحاول نقلب على شي واحد نتعامل معاه باي بال هل ولو ثانيا كنستخدم بايونير كنخدم بايونير لانه كيجوني فلوس كيما قلت لك كيخلصوني من سترايب كيخلصوا الناس بالكريديت كارد وكيجيو لسترايب من سترايب عاوتاني كيدوزوا ليا البايونير حيت ربط البنك ديال بايونير مع سترايب ودوك سميتو دوك الفلوس ديال بايونير كنخلص بهم هذا كنخلص بهم اي حاجه الادس ولا لي برودكت وكنخلص بباي بال. وما يخص الخوت غادي نقول لكم واحد القضيه الخوت ما يخص ادسنس حاول دير واحد القضيه ياك حاولوا تعتمدوا غير على الترجمه واحد يترجم لكم انت تكتب بالعربيه مثلا واحد يترجم لك وكتب شي حاجه اللي هي تثير العاطفه الا بحال مثلا اللي كان في الكاتسو بالطوكس كيدير شي حاجه اللي كتثير العاطفه ديال بنادم ان مثلا تعداو الناس على شي كلب وكذا لقينا شي كلب كذا ولا انت كتخيل كتنسجها من الخيال ديالك كتحطها انت غير من الخيال ديالك وتحط مثلا تقول شوف هذا مثلا هذا القط هذا واش عرفتو علاش كي علاش هو تما جالس في ديك البلاصه واش عرفتو السبب كون عرفتي مثلا شكون هو السبب انك غادي يعني كتخليها انه العاطفه كتحرك ليه في العاطفه ومني كدير ديك الامور كنت كتكتب بالعربيه مزيان كتقاد دوك الامور ديك مزيان وكتشوف شي عربي مثلا اللي كيعرف العربيه يدير ليه الترجمه ودير ليه الترجمه وراه مزيان هذاك راه غادي يعطيك مزيان. انا قلت لكم الاخوان راه ادسنس راه غيتربح فيه والله حتى تربحوا في ادسنس غير بصح انا ما كنصحكمش باش ما يكونش عليا الذنوب يعني داك الشيء فيه الحرام كما قلت انا ادسنس اللي بغى يربح والله الا حتى يربح راه ساهل راه قلت لك غير الدومين هو العمده الدومين هو العمده راه هاد الهضره هادي ما عمرني سمعت شي واحد قالها الدومين هو العمده كيهضروا الناس كي في عندنا كنسمعهم كيهضروا على الدومين على السيو لا بغيتي تجيب الترافيك يجيك ثري وتكلاصها مزيان هذا كيتهضر عليه ولكن ماشي تهضر عليه على الكليكا انا ما عمرني سمعتها ممكن يكون انا غلط. المهم انا كنقول لكم نصيحتي لوجه الله الدومين شوف الدومين ما تحط الدومين ديالك حتى دير ليه الاناليز شوف لي كيورد مزيان وتحطو ديك الساعه تخدم وراه ما كاينش التيم شوف واحد القضيه نقولها لكم راه ما كاينش التيم راه التيم راه ما عنده حتى بالنسبه ليا راه ما عنده حتى شي دخل ممكن يكون عنده الدخل فيما يخص الى كيت الى عطاك شي بلايص مثلا ديال فاش تحط الادس ديالك كاين شي تيمات مثلا اللي كيعطيوك شي بلايص ماشي هما هذوك ممكن فهاد الناحيه هذه من غير هذاك الشيء ما شفت ليه شي داخل التيم زعما شنو الدخل ديالو ما عرفتش. المهم انا قلت لكم اللي كنعرفه والله اعلم. اخويا غادي تجرب كلشي شتي انت على حسب الاكونت ديالك الاخ الاس ام اي تي دي اس واش هاد السميه دابا اخويا واش شي قناه ديال الالمان هادي ولا شي اس ام ار تي دوز ولا دوزي ولا شي حاجه. المهم
دابا انت غادي دير واحد التجربه، غادي واحد المقال اخويا غادي نديرو، ندير ليه ثلاثه ديال سميتو ديال لي كومبين، وحده لوبجيكتيف ديالها الترافيك، وحده البي بي اي، وكنصحك على واحده اخرى، واحده اخرى دير فيها الكونفيرجن، دير فيها الكونفيرجن ودير فيها الفيو كونتنت. صافي الكونفيرجن ودير فيها الفيو كونتنت، فهمتي دابا شنو قلت لك؟ غدير فيها وحده ترافيك، وحده بي بي اي، وحده الكونفيرجن، وديك الساعه وشوف. وملي يكون عندك واحد، شوف وملي يكون عندك سميتو، وملي يكون عندك المقالات، الناس دخلوا المقالات بزاف، كتمشي لديك كل مقاله كتمشي مثلا دير ليها كاستم اودينس، الناس اللي دخلوا اللي شافوا ديك المقاله، اللي شافوا ديك البوست، ماشي المقاله، داك البوست اللي درتي، ودير عاود واحد الكاستم اودينس، الناس عاوتاني اللي داروا الفيو كونتنت، اللي دخلوا للسيت، دير لهم واحد الكاستم اودينس. ملي ديروا داك لي كاستم اودينس، واذا كان عندك فيديو، شي فيديو مثلا، هذا الناس ديال اللي كيبيعوا ويشريوا، الا عندك فيديو عاوتاني غادي دير ليه على حسب النسبه المئويه، الناس اللي شافوا 25%، الناس اللي شافوا 75%، والناس اللي شافوا 95%، ولا الناس اللي شافوا 10 سكوند 15 سكوند، هي غادي انت عارف كتبقى دير لهم كوستوم اودينس. وملي كدير ديك الكوستوم اودينس، كتشد كل كوستوم اودينس بوحدو، كتبقى دير ليه لوكالايك اودينس. فاش كدير ديك لوكالايك اودينس كتشدها، كتشد ديك لوكالايك اودينس كتشدها وكدير بها الادز. صافي كديرها في ادسيت، باش كديرها في ادسيت ما كدير لا ترافيك لا بي بي اي لا كونفيرجن، غادي دير غير الريش، حاول دير فيها الريش. صافي الريش الوصول، باش غيطيح عليك رخيصه، فهمتي؟ هنا كتكون ضربه، هنا كتكون ضربه في اللوكالايك اودينس. هنايا راه هنا ما زوين فيسبوك ادس، هنا كيولي كيطيح عليك نقص الثمن ديال سميتو، كي سي بي ام كيطيح، كيكون طايح الثمن ديالو، والكليكه حتى هي كتكون طايحه، وكيكون الاستهداف قوي، كيكون التفاعل وكيتزيد، يطيح داك سميتو، كيطلع على سميتو ديالك سي تي ار. هذه هي الطرق، راه خصك تضبط الفيسبوك ادز. راه الا ضبطتي الفيسبوك ادز، وقلنا كما قلنا عندك الدومين، الدومين مزيان، الدومين كما قلت لك مزيان، وضبط الفيسبوك ادز، وواحد المجال غالي، يكون على يقين انك غادي دير الفلوس في الادسنس. راه غير نتوما كدوروا في الخوا، شتي المشكل اللي كاين هو كدوروا في الخوا. كيفاش ندير عبد العزيز؟ انا هضرت على الفيرال مع الادسنس اخويا، ماشي السيو. ما فهمتش اخويا شنو قصدي الفيرال اخويا، راه فيرال، راه فيرال على السيو ولا لا؟ قول لي الاربيتراج، واش باغي تقصد الاربيتراج؟ ما عرفتش اخويا، والله ما عرفتش بغيت تقصد اخويا عبد العزيز، ما فهمتش اش بغيت تقصد بسميتو ديال الاخوان. واش كاين شي سؤال اخر؟ راه ما بانليش شي اسئله، اللي كنكتب شي اسئله شي سؤال اخر راه دازني، راه ما شتوش. كان واحد الاخ كنسولني، راه ما دخلش لهنايا، قال لي الا تسدلك الاكونت اش غيدير، الا تسدلك الاكونت ديال فيسبوك اش غيدير؟ غادي تصيفط لهم، غادي تصيفط لهم المعلومات ديالك كاملها، ياك فيها الاي دي ديالك، فيها السميه ديالك اللي ديال الاد اكاونت، السميه اللي كاينه في الاد اكاونت، الاي دي، شنو غادي دير؟ دير اخر معلومات، غادي يقول لك هضرنا على اخر حمله اعلانيه درتيها، غادي تكتب لهم السميه ديال اخر حمله اعلانيه، الادسيت اللي درتي، لي زانتيريس اللي درتي فيهم، البيدجيت اللي درتي، الدوله اللي استهدفتي، الجندر اللي درتي، واش عيالات ولا رجال، السيل اللي درتي، وسميتو اللي درتي، والاوبجيكتيف اللي درتي، واش هي بي بي اي ولا درتي كونفيرجن، ولا اي معلومه اللي غتلقاها بان غادي تفيد، باش انه ملي كترمي لهم داك الشيء كيعرفوك بان اولا انت هذاك، ماشي شي واحد اخر لي. صافي وتكتب لهم وتكتب واحد المجلس تعطفهم، تقول لهم انا راني خدام، راه
عفاكم تلقوا لي سميت الاكونت ديالي، راه الداتا ديالي كلها راه هنا، وانا كنخدم غير الفيسبوك وراه عندي عائلتي وكذا، راه كتلقى مره مره مع شي وحدين زوينين كيتفهموا كي وكيردوا سميتو ديالك كيردوا الاكونت ديالك. ويلا ما بغاوش يردوا كاع لي اكونت ديالك مثلا كاملهم في داك الكونت فيسبوك كاملهم كلشي مشى، دوك لي اكونت دابا راه كيكون غير لي اكونت جوج دابا اللي كيكونوا، مابقاوش خمسه، جوج ديال لي اكونت. الى تسدوا لك بجوج صافي مابقيتيش مابقيتش فين تخدم، باش دير كونت اخر اول حاجه غادي ديرها باش ما تعاودش تسدوا لك الكونت. اسمعوني مزيان، هادي مزيان، الله يجزيكم بخير اللي سمعها يقولها للخوت الاخرين باش ما يتعاودوش ديروا الاخطاء. انا كنهضر لكم على تجربه، ما كنهضرش غير هضره خاويه، راه شحال ملي كنت ديال فيسبوك هك تسدوا ليا، عرفنا 2010 ولا شحال بلا ما كنهضر على دوك اللي كانوا قبل تسدوا ليا، حيت الاول كونت كان عندي في 2006، اول كونت عندي كان عندي في 2006، كان مازال الفيسبوك كاع ما غير درت فيه كونت غير هكا بغيت نلعب فيه، كان واحد كان فيسبوك ني شي حاجه عيانه ما، وسبحان الله فاش كيبغي الله سبحانه وتعالى يرزق شي واحد راه كيرزق، والخدمه وكاين حتى الزهر فيه الصراحه، كاين حتى التوفيق من الله. انا كاين لي سيت اللي هما حاصلين فيسبوك ديك الساعه ولكن ما مشاوش، علاش ما مازالوش البته ما عرفتش. المهم اللي بغيت نقول هو اول حاجه غادي ديرها، اول حاجه غادي ديرها هو انك غادي تفورماطي البي سي، خصك تفورماطي البي سي باش الكوكيز، لان باش علاش كيعتمدوا هما كيعتمدوا على الكوكيز، كيعتمدوا على الكوكيز. امسح كلشي فورماطي البي سي، هذه اول حاجه ديرها، ما فورماطيتيش كون على يقين غادي يسدوك صافي. علاش انا دابا كيسدو ليا دابا فاش كنديروا اللايف مثلا كيبقاو يسدو ليا، لان ما كنفورماطيش البي سي وكنعاود نحل واحد اخر الكوكيز كيعطيهم بان كاين سميتو اخر كيعاود يسدو عاد اخر يسدو كيزيد غير تعطى لي واحد شويه يسدو صافي. المهم خصك تفورماطي البي سي، ها اول حاجه خصك تفورماطي البي سي. ثاني حاجه هو الى لقيتي هذه ممكن تخدم بها ممكن ما تخدمش، اول حاجه بعدا خصك ديك الاي بي خصك تبدلو، ممكن تخلي ممكن لان كيقول فيسبوك راه داك الاي بي كيدخل ليه من شحال من واحد ممكن، ولكن انت كواحد زعما عاد بالي حاول ما امكن كاع تحيد اي حاجه اللي غتجيب لك مشكل، حيت الاي بي اللي كان عندك الروتر راه ساهل كطفيه وتشعلو وها الاي بي تبدل صافي. الا كانت عندك لابيس عندك لاكارت في البورتابل كتفورماطي البورتابل ديالك كتبدل ديك لاكارت ديك النمره وكدير كارت اخرى صافي. احنا دابا تفاهمنا هذه القضيه هذه، اشنو اخر؟ اي سميتو اي مود دو بيمنت ميثود تبلوكا لك ما تعاودش تخدم وما تعاودش تيستيه، الا غير تيستيه غادي يعيقو بانه غادي دير مشكل راس، ما تعاودش تيستيه هذاك صافي انساه عليك صافي. ملي تبلوكا فشي قنت غير ما تعاودش ديرو، راه غادي يقولوا لك راه بغيتي تدخل شي ميثود دو بيمون اللي هي مديزاكتيفيا، اولا هو ما قبلوهاش، وثانيا غادي شكون اللي كان دارها دار هكذا، اذا وقيلا هو هذا اللي كيعاود الكونترول غادي تجيب مشاكل راس، بالتالي اللي مديزاكتيفيا اعطيها اتساع. الا كان عندك باي بال هو اللي خدام بهم الا ما ديزاكتيفاش ماشي مشكل، الا ما ديزاكتيفاش راه ماشي مشكل غير عاود خدمه صافي، لانه ما غاديش تما ما كيعيقوش. علاش بقاش كيعيقو؟ الا كان شي واحد ديزاكتيفي، كاين شي واحد ديزاكتيفي كيكون عندهم في الاخر كي يعني اوتوماتيك كيتجبد، هذا من ناحيه. شنو اخر قلنا؟ لي ميثود بيمون، فورماتي البي سي، فورماتي البورتابل، الروتور بدل طفي وشعل باش يتبدل الاي بي، الى خدام بلا كارت مثلا في البورتابل كتبدل ديك لاكارت كدير كارت اخرى باش كيتبدل الاي بي ديالها، وملي كتبدا كتحل الكونت، ويلا من الاحسن انك تقلب على شي كونت فيسبوك قديم شي واحد قديم كتشدو عند هذاك كتحرك به واحد النهار بحال هكا كتبدل ليه المعلومات كامله، كترد المعلومات ديالك ودير المعلومات الصحه ديالك ودير تصويرتك وكلشي المسائل ديالك تما كتحطها، وكتولي ما دير لا ادس لا والو، كتولي غير كدير لايك ل سميتو هذا لي باج، كدير لي كومونتير، كدير شنو كدير لايك لي جروب، كتدخل لي جروب كتحرك شويه، كتكتب لصحابك كتدخل شي صحابك كتصيفطهم كيصيفطوك، كتحرك شويه القضيه. وملي واحد الايامات مثلا واحد 7 ايام ولا واحد شويه
هذيك هي مات عاوتاني. هذا الا كان جديد الاخ، الا كان جديد الاخص، ولكن القديم مازال شويه نتجاوزو يامات، ولكن الا كان جديد خصك شويه ديال يامات. وديك الساعه ملي تبغي دير الادس، ملي تبغي دير الادس، سمع هذه، ما ديرش ليا، حاول دير مثلا غير لايك لاباج، انك الناس يديروك لايك لاباج. ممكن تسترجع دوك لي باج اللي كانوا عندك انت، حاول ما امكن دائما ملي كتكون كدير لاباج كتصوب لاباج ما تكونش ادمين غير انت، حاول دير شي صحابك حتى هما ادمين ولا شي واحد من داركم، باش مره اخرى ملي كتبلوك هذاك الكونت كدير كونت اخر وكتقول لهم سيفطوك تكون ادمين باش تولي لي باج ديك تعاود تخدم بهم صافي. ديك لي باج كما قلنا حاول دير لهم لايك باش انك كتحاول كما قلنا كتثبت، كتثبت الكونت ديالك، كتثبت الكونت ديالك واحد شويه. عاد ديك الساعه كندوز عاوتاني ندير واحد، وحاول دير واحد الادس فيه غير الصوره ما ديرش فيديو باش ما طيحش عاوت في الكوبي رايت مع البدا، دير الفيديو او دير الصوره وحرك شويه هكا وهكا ودير داكشي خير ظريف باش خلي واحد النهار مهم شويه بشويه سلاولي كما كيقولوا هكا. هذه هي الطريقه، كون على يقين هذه هي الطريقه، ما تخافش تسدلك، وإلا ما درتيش هادشي غيتسدلك صافي. دابا المهم حنا قلنا لكم كيفاش ديروا. اسمحوا لي راني دائما كنعاود هاد الهضره، راني جالس في النموسي حيت ظهري كيضرني، حيت ظهري كيضرني ما كنقدش نجلس، وهادشي من المساوي ديال اللي كيخدم في البيسي، راه من المساوي ديال البيسي هو هادو، راه كيتعماو العينين، كيتقوس لك ظهرك، كيضرك. انا تقريبا بديت الانترنت كنخدمها من اواخر 1999 بالضبط، بديت في 22 شو تامير بحال هكا 1999، يعني شحال هذه تقريبا 13 عام ديال الانترنت انا على البيسيات، شحال كندوزو في البيسيات وشحال درنا في الله هاكر وفي التخربيق الخاوي ضيعنا وقتنا على والو. خوت اللي كاين شي سؤال اخر ما كيبانوليش الاسئله، وحاولوا تيستيو وحاولوا تخدموا، وراه الا ما خدمتيش راه لقيت غير كتسمع ما غاديش تعرف اش كتخدم. واي حاجه مشات لكم واي فلوس مشى وما تبقاش ندموا عليها ولا شي حاجه، اول حاجه كتقول داك الشيء راه ما كانش عندي في الرزق، دوك الفلوس اللي مشاو كتقولوا راه ما كانوش في الرزق، راه هذوك الفلوس كانوا غادي يمشيو سواء درت بهم الاص سواء ما درتش بهم الاص، يعني ما مكتابينش ليا ما مكتابينش ليا. والانسان اللي كيغامر راه هو اللي كيزيد القدام، راه اللي ما كيغامرش راه ما يزيدش القدام. كاين مثل امريكي كيقول ما معناه لا تستثمر مالا انت غير مستعد لخسارته، ما تستثمرش شي مال الا انت ما مستعدش انك تخسرو، اي تخسر واحد تقول انا ضيعت فلوسي مشاو لي فلوس ما تخدمش. راه كنقول لك انا شحال ضيعت ديال الفلوس، والله الا الزباب ديال الفلوس ضيعت، عرفتي ديك الساعه في السي بي اي شحال كنت كنضيع ديال الفلوس، كنت كنضيع كنجي في ادز فلوس هنا كنضيعهم في السي بي اي هنايا، كنشد عاوتاني في السي بي اي في هاد النيتورك مثلا كنمشي نضيعهم في هادي عاوتاني، كنمشي نشري عاود لاندينغ بيج كنمشي ملايين ملايين مشاو، جاو ملايين ربحت ملايين، مشاو ملايين مشاو ملايين جاو ملايين بقاو، يعني وليت كنصرف دوك الفلوس تقريبا كنصرفهم غير في الانترنت، كنصرفهم غير الانترنت وخرجت فلوس، ولكن في الاخير كنلقى اني راه كنت واحد التجربه كبيره وخلاص راني حققت سميتو مبالغ لا في ادسنس لا في سي بي اي لا في سي بي اس، يعني في يعني يعني ولكن في البدايه راني ضيعت فلوس، يعني باش ما تقولش راني ما نضيعش فلوس ولا انا ممكن ما ممكن ما نضيعش فلوس، ولكن صراحه ما صعيب انك ما تستثمرش الفلوس وغادي وغادي تزيد لقدام. يا اخوان كاين شي سؤال اخر نتمنى شي اسئله، حيت دابا راني كنسى، كنتمنى غير شي واحد يجبدني على شي حاجه اللي هي مهمه، راه كنسى ما كيطيح ليش على البال، حتى كان من بعد كنفكر كنقول هذيك غير هاد المعلومه يكون مزال الاخوان راه مهمه تفيدهم، كنسى كنتمنى يكون شي واحد اللي يجبدني بحال دابا الانسان اللي الناس اللي معنا في اللايف غير كنت تلقى غير شي حاجه يقولها ما مابقاش تحشم ولا تقول هذه لا سهله ولا ما كاينش، راه كنا كنتعلموا، راه ما كاينش شي واحد اللي تولد من كرش امه كيعرف، راه كلشي غيتعلم. خدموا كلشي، خدموا شوف خدموا شوبيفاي، شتيرو خدموا في ايباي،
حاولوا تخدموا في امازون، حاولي ما امكنك ان تحل لكم في امازون. علاش؟ اللي عنده شويه الفلوس راه كيساعدوا امازون اول حاجه، لان امازون غادي تحت تبيع في امازون، وزيد من فوق انك غادي تربح المنافسه في شوبيفاي. ملي دير شوبيفاي غادي دير ثمن واحد الثمن اللي هو هابط، وبالتالي بدا تبيع بواحد الثمن لانك انت حاط في البرايم في امازون برايم. اولا غادي يكون قريب الناس الامريكانيين، بدات تقول لهم بان الشيبينغ بدا يكون من 3 ايام 7 ايام، غادي تشجعوا انهم يشريوا عندك. راك انت داير شوبيفاي الادس ديالك مثلا ديال شوبيفاي، ولكن بعد كتليفري لهم من سميتو من امازون صافي، وكتبيع في امازون، ومنها كدير ليه الادس شوبيفاي تبيعو، ومنها كتقول الناس كيعرفوا الناس بان البروداكت راه عندهم قريب، يعني ساهل يشريو، يعني كيتيقو وكيقول راه بغي غادي يوصل. ماشي بحال اللي قلتي ليه ما بين 12 يوم حتى 20 يوم في اي باكيت، ولا حتى 35 يوميا، يعني واخا يبغي يشري كيقول لك راه بزاف الوقت ماشي يقلب عليه في كونت اخر، فهمتي؟ حاول ما يمكن ما تنساوش هذه الفكره ديال ادسنس. انا كنشي لحد دوخنا ادسنس ديال امازون. هذا امازون هذا راه مهم، هذه القضيه بغيت ندير انا غير مازال ما بديتش فيها. ضروري امازون باش كيطيح الثمن. نعطيك واحد المثال، كاين مثلا دي برودكت اللي هما اللي كندير لهم الادس كيخسروني ياك، يعني ملي كنجي ندير العمليه الحسابيه، ملي كتجي دير كتشوف ديك الكوست بير سيل شحال طاحت عليك، شحال كل سيل مثلا، كتلقى بان السيل طاح عليك مثلا ب 20 دولار ياك، ب 20 دولار صافي، ب 20 دولار باش طاح عليك، وانت ربحتي كامل داكشي كامل، ربحتي 15 دولار بحال لو كنتي مشات لك 5 دولار في الاس وداك الماشي كامل. ولكن كون مشيت دير داكشي بالكرو حطيتو في امازون، كاين حاجه مثلا اللي كتباع بالكرو مثلا كتباع ب 5 دولار مثلا، وراه كيبيعها لك مثلا ب 20 دولار ولا كدا 20 دولار في علي اكسبريس، يعني راه كون مشيتي كانت عندك بالكرو راه ما غاديش تخسر داك الاس، تخليه خدام. علاش؟ لان ما خاسرش، لان كانت ديتي داكشي بالكرو وطيح عندك الثمن، فهمتي كيفاش دابا القضيه؟ وراه هادشي اللي كنقول الاخوان شحال من واحد قلتها له ولكن ما تخدعوش، انا ما عرفتش علاش، لانه راه الا ما خدمتيش هادشي راه ما انا ما عرفتش زعما الصراحه كيفاش ضروري الاخوان يخدموا. راه الا ما كانش شويه الزيار وشويه الخدمه هنا وهنا وهنا وشويه ديال التكرفيس راه ما كاين والو، راه ما يمكنش غير تكون غير كتسمع، غيبقى تسمع وخلاص وما كدير والو. نوض تحرك، اول حاجه اللي ممكن دار هو انني نفتح كونت في امازون، نفتح كونت في اي باي، عادو بعدا نفتحو، حتى الا ما عنديش باش نحرك في الاتش ولا سميتو، فتح لي كونت هنايا وتحرك، وكون على يقين انك غادي تزيد لقدام. راه تعيا ما توقف، راه غادي تزيد لقدام، راه ضروري غتمشي لقدام. تعيا ما تخسر، تعيا واحد الوقيته راه غادي تلقى راسك صافي شديتي الطريق بحال لو كنتي كتشدي ست الخمسه، غادي مثلا بحال كيما قلنا راك غادي هكا طالع مثل طنجه وشاد الطريق وكتقول مازال شوف، ولكن راك غادي توصل طنجه، راه غادي توصلها غادي توصلها، رغم العراقيل كتوقف لا الشتاء ضرب عليك لا الطريق مقطوعه لا وكذا، ولكن غادي توصل طنجه غادي توصلها، لانك شاد طريقها يعني. ودائما ما خصكش تسلم، شتي الرغبه ملي كتكون قويه عند بنادم راه غادي توصل ليها غادي توصل ليها. انا اول حاجه اول مره فاش بديت انا في الانترنت كنقول انا خصني ندير شي حاجه، وخصني ما كيهمني هو نجبد الفلوس من الانترنت، خصني نجبد الفلوس من الانترنت. كيفاش كيتجبدوا ديك الساعه جاتني غريبه، كيفاش الفلوس في 2006 كنت كنفكر في دوك المسائل، كنت باغي نبدا في 2006، ولكن واحد قال لي لا غير داكشي غير كذوب راه غير الفراود داكشي، وخت خليت هذاكشي عاد 2008 بديت واحد شويه، ولكن بديت ثقيل ما عطيتش شي قيمه زعما، غير بديت كنتحرك في 2008. ولكن بعد كاين فلوس كيمشي ولا اخر كذا، وكتقول كون واحد اخر غادي يستسلم وغادي يمشي بحالو. كاين نهار فاش كنخدم 14 ساعه، كاين نهار فاش كنخدم 16 ساعه، يعني كان درس مورا درس يعني، وكنمشي للخدمه من الفوق، كنخدم ونجي نقرا في الدار في البيسي ولا ليكور، ولكن في الاخر كنلقى كلشي قدامي، فهمتي كلشي قدامي. يعني بالنسبه ليا ديك الارقام الكبيره هي بالنسبه ليا مساله وقت. دابا راني كندير ارقام متوسطه بالنسبه لي كنعتبر، ولكن بالنسبه للارقام الكبيره بالنسبه لي كنعرف بانه غير مساله وقت، بالنسبه ليا مساله وقت.
انا بالنسبه لي باش نوصل ديك واحد 300 الف دولار في الشهر ولا بحال هكا، انا كنشوف هي انها مساله وقت فقط. وانتم الاخوان كونوا على يقين انه الا كان عندك واحد القضيه مهمه اللي كنبغي نقولها، حاول تخدم في ارض الواقع، حاول تخدم في ارض الواقع باش انك تحاول تمول الخدمه ديالك في الانترنت. حاول تخدم في ارض الواقع باش، لانه باش دير داك جانجل سكاوت وهاد امازون سكاوت باش ديرهم خصك فلوس. مثلا هاد اليوتيوب باش دير الادز خصك فلوس، باش انك تخلص شهريا في شوبيفاي خصك فلوس. يعني هاد المسائل هادو خصني نضربهم حساب الشهرية، خصني هادشي في الشهرية خصها تكون عندي، ضروري خصها تكون عندي. ولا لقيتي صحابي مثلا دير معاهم دارت ديال 20,000 ريال مثلا، ونجمع مثلا واحد 1,000 دولار مثلا ونخدمها، ونخدم خدم 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 راه واخا تمشي ما 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 تشوف مثلا ما تقولش راه مشيت كذا، شوف تحرك غير بقى صعب وتحرك وقول غادي نوصل غادي نوصل غادي نوصل، وعطي راسك مثل سميت تقول انا غادي نوصل ان شاء الله بحول الله، غير لا مغاش الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى غادي يوصلك ان شاء الله مادام انك انت عندك العزيمه والقوة الاراده. راه ما كاينش شي واحد في العالم، راه مستحيل تلقى شي واحد في العالم ووصل لشي حاجه وهو ما داير والو، وهو ما دارش تضحيات، الا الناس اللي كانوا شبعانين في الاصل بوت ومشبعانين وهذا بوتهم وعائلتهم شبعانين مثلا داروا فلوس من خلال بوتهم. اما واحد فقير وتقول لي طلع غير هكاك صدفه ما يمكنش، غير شوف قدام غير في الواقع ديالك، شوف كاع اي واحد اشنو كان كيدير، راه كيدمر بنادم، راه دمير كما كنقولوا، راه دمير خصك تدمر تدمر باش توصل. وهاد هنا ما كيخصكش تدمر بزاف، هنا خصك شويه العقل، شويه ديال تخدم شويه بالعقل ديالك، تشوف مزيان شنو كيديروا، تسمع تشوف الناس اللي دازوا قبل الاخطاء اللي داروا ما تحاولش ديرهم، كتحاول انك لي زيطاب انك تتفاداهم. بحال مثلا انا شخصيا انا كل لقيت لي وجهني والله ما نمشي للسي بي اي ولا السي بي اس، ما نمشيش ليه، كل لقيت لي وجهني انا غادي نجي لشوبيفاي مباشره، غادي نمشي شوبيفاي. هذاك كنت كنشوفو باش 2014 2015 كنت كيبان لي شوبيفاي، ما فهمتش انا كان كيخرج لي في الفيسبوك، انا كنقول اش شوبيفاي اش هادشي، ما عرفتش كاع اش داكشي، والله ما ديتها فيه، كل مره ويخرج لي ما ديتهاش فيه كاع، ما وكون درت داكشي ديك الساعه تهنيت، فهمتي يعني، ما يعني بحال قلتي ما كاينش حتى اللي وجهك، ما كاينش التوجيه، ما كاينش الحاله هذه مثلا في 8 ما كاينش اللي وجهك، لقيت لي وجهني مثلا ديك الساعه الاي كوميرس، كون راني دابا ولي ديك الساعه مازال خويا عرفتي غادي دير فلوس كبيره مثلا. ودابا مينيش راهم ساتوريين والمنافسه كبرات ماشي بحال ديك الساعه، ولكن دابا بحال دابا نتوما دابا لافونتاج اللي كاين هو انك تلقى بنادم كيعطيك معلومات ما كتكرفش عليها، شي واحد معلومه غير باش نلقاها كنبقى ندور في جوجل وندور في يوتيوب وطلع شوف البلاك هات شوف التخربيق تما، كتبقى تقلب هنا وهنا وكتخربق، لو تيليشارجي هذه لو مسح هذه، بزاف ديال المسائل وبزاف ديال التكرفيس وديال التماره على معلومه واحده اللي غادي نقول لكم انا. عرفتي شحال المعلومات اللي قلت لكم دابا هنا، عرفتي بحال المعلومات اللي قلت لكم ديك الساعه باش نلقاهم انا خصني ما هي وما لونوها، خصني الروينه الكحله. دابا الامور راه موجوده، يعني بنادم خصو غير يتيستي. دابا شنو كاين؟ راه ما كاينش هاد شوبيفاي هذا بالنسبه لي، راه ما كاينش شي واحد من جد شي واحد، هي كاين حاجه وحده هي بنادم يتيستي اولا، بعدا ماشي غير تيستي غير عن غير هكاك يتيستي، عرف شنو كيدير، ضبط الفيسبوك اس ديالو ودير لي تولز ديالو، يحط البيدجيت ديالو، شوف واحد النيش اللي هو بروفيتابل اللي هو اللي ما تكونش فيه المنافسه بزاف، وشوف اللي هما لي برودوي اللي هما ما كثارش يعني ما معروفينش بزاف، حطهم وكيتيستي تيستي لي زانتيريست لي زانتيريست، شوف خدم انت الاودينس انسايتس ديالك وشوف لي زافينيتي ديالك، شوف التخربيق كاع كامل وخدم. وديك الساعه المهم ما خدمتش عاود الاخر عاود الاخر حتى كطيح عليك، حتى كطيح عليك كتبقى تيستي بزاف ديال لي برودوي ما كتلقى منهم حتى شي حاجه، تبقى شي مرات تيستي 13 17 برودوي ما كيجي والو، ما كيجيك حتى شي واحد، ما كتلقى فيه الضوء، حتى الا لقيت شي واحدين كتلقاهم كيخسروك، واخا كيبيع تشري وتبيع فيه ولكن كيخسروك، حتى كتمشي كتلقى واحد وشي مرات كطيح على شي واحد وينر نيش ويعطيك فلوس بزاف. انا صراحه ما عمري تلاقيت مع شي واحد وينر بزاف،
انا كنتلاقى غير مع داك الوينير متوسط بحال اختي شبه وينير كنسميه انا شبه وينير يعني بحال اختي كيربحك ولكن ملي كتبغي تزيد دير فيه شويه السكيل ما كيعطيكش كيعطيكش مزيان ولكن ضروري غيطيح على شي برودوي واحد النهار طيح على البرودوي اللي غادي يهزك واحد الهزه وحده. والمهم الاخوان انا ما كيبانونيش الاسئله ديالكم الا كاينين راه ما بقاش كيبانوا ليا. كنتمنى انكم تكونوا الله يبارك اخويا. كيفاش صايبتي فيك سترايب اخويا؟ قلناها راه كنت قلتها في لي لايف اللي فاتوا. فيك سترايب درنا اولا درت كتمشي لجوجل كتكتب جينيريت يو اس ادريس باش كتشد واحد لادريس امريكانية كتكتب عاود جوجل جينيريت يو اس 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 ان يو اس 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 ان زعما تقلب على الاس اس ان ديال الولايات المتحدة الامريكية اس اس ان سوسيال سيكوريتي نمبر صافي عاود دير عاود جينيريت يو اس او اي ان صافي هي امبلوير ايدنتيفيكيشن نمبر صافي او اي ان زيد شنو اخر شنو قلنا لادريس تليفون السميه ديالك خليها باش تكون مع بايونير هي هذيك تليفون راه حتى من بعد كيقول لك اكتيفي التليفون ديالك التليفون راه غير خليه ما ديروش في الاول واخا كيقول لك دخلنا التليفون باش تسيكوريزي لاكونت ديالك بدا دير سكيب بدا دوزها حتى تلقى شي نيميرو ديال التليفون ديك الساعه ديالو. انا ما درتو حتى الاخر حتى لهنا انا عاد درت لهم انا داك النيميرو ديال التليفون. قلنا اس اس ان لادريس بعدا الاس اس ان الاو اي ان هادو هما المهم ولكن هادوك اللي هزيتو كاملهم ديرهم في واحد الفيشي بلوك نوت واحتفظ عليهم باش مره اخرى غادي يقول لك فيريفيكاسيون غادي تعاود نفس الاو ان ونفس اس اس ان صافي عقل عليهم. واخا شنو قلنا صافي هادشي اللي وغادي تربط من بعد غادي يقول لك ربطنا الاكونت لا بنك ديالك اللي بغيتي يدوز لها الفلوس غادي تربط بايونير وباي زيرا شي وحدين سولوني عليها ما عرفتش انا ما عنديش باي زيرا وما نقدرش نفيدك فيها بشي حاجه. شوفوا الا كاين عندكم شي طريقه باش الا كاين شي نيميرو ديال لابونك فيها تما حاول تربطها بسترايب وشوف. المهم شي بايونير غادي تهز في البايونير راه فيه جوج غادي تلقى ديك الراوتين نمبر فيه تعاد الارقام والاكونت نمبر اكونت نمبر كيكون واقيلا من بين 7 حتى ل 21 واقيلا كل واحد شحال كيعطيو ليه كتهزهم وكديرهم في سترايب وها انت مربوط. اذا كيجوك المبيعات السترايب كيجيو من بعد كيدوزو لك البايونير ديالك. اس ام اي ديوز ما عرفتش قيلا ثقيله لا كونيكسيون ولا ما كيوصلونيش لي كومونتير ديالكم كيوصلونيش لي كومونتير ديالكم. ما عرفتش واش كاين شي كومونتير الاخ اس ام ار تي جود سي ما عرف. الاخوان راني ما عنديش لا ما وصلونيش لي كومونتير ديالكم الا كاين شي سؤال. المهم انا كنصحكم التيست التجريب راه ما كاينش شي واحد مجهد راه اي واحد حقق شي حاجه راه داك الشيء فقط توفيق من عند الله سبحانه وتعالى راه غير توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. ممكن نقدر نقول لك مثلا في سي بي اي كيكون فيها شويه الخدمه كتبان الخدمه ديال الانسان كذلك في الايميل ماركتينغ حتى هو كتبان فيه الخدمه ولكن فيما يخص هادشي ديال البيع والشراء انا ما كنشوف زعما شي حاجه اللي هي صعيبه كاين شي حاجه اللي هي صعيبه صراحه داكشي غير توفيق من عند الله والنيش اللي انت تلاقيتي معاه والبروداكت اللي انت تلاقيتي معاه وهادشي اللي كاين وكنت اسمح لها الاطار الاخوان وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا واحد شويه. ان شاء الله نتلاقاو معكم مره اخرى ونلقاكم ان شاء الله درتو مبيعات
كنت في الجامعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.